صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذ. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. في ألف طريقة وطريقة للتعبير عن الحب، مش فقط كلمة بحبك، لا، في طرق كتيرة جدا ممكن يعبر بيها الطرف الآخر عن حبه ومدى اشتياقه ليه، وتفاصيل كتيرة قوي بين المتزوجين. في بعض الناس ما بتعرفش تقول كلمة أنا بحبك، أو ما بتعرفش تتكلم كلام حلو. كل واحد، كل طرف من في العلاقة الزوجية بيكون ليه طريقة للتعبير عن الحب. في اللي بيعبر بالكلمة، في اللي بيعبر مثلا نيته عن السفر مثلا مع مراته في الأجازة، عن نيته عن الخروج معاها في الأجازة مثلا في الويك اند أو في الأجازة اللي هي في آخر السنة. كل واحد ليه طريقة في التعبير. في ناس بتعبر بالكلام، وفي ناس بتعبر بالأفعال. هل في مشكلة؟ بكل تأكيد مفيش مشكلة، لكن الطريقة اللي بيعبر بيها الطرف الآخر لازم تكون مناسبة للطرف التاني. يعني لو أنا مثلا متعود أن أنا كلمة أنا بحبك، مع أن أنا شايف أن كلمة أنا بحبك دي بتتقال في الاول خالص، يعني في الاول في البدايه، عارفه انت في المراحل الاولى انا بحبك، اعتقد ان هي بعد كده بقى اول ما الدنيا اللي هي في الاول خالص يعني اللي هي تاني يقولها كده بقى تاني بالطريقه في المراحل الاولى، لكن مع الوقت بقى خلاص يعني اعتقد ان الكلمه بحد ذاتها بتفقد رونقها، بتفقد تاثيرها. ده في تصوري، ما اعرفش، ممكن اكون خاطئ يعني. على كل سؤال حلقتنا بقول اخر مره قلت لمراتك انا بحبك كانت امتى؟ ولا انت من الناس اللي متعود بتعبر عن حبك بالافعال؟ اي طريقه تناسبك يا جمال؟ لا، الاثنين بصراحه مطلوبين يعني طبعا. يعني بص، في افعال واقوال الاثنين. لا بص، في طريقه كده وانت بتقول في الاول انا بحبك، يعني عشان بس تبقي عارفه مبدئيا كده خلاص هو انا بحبك. يعني لا لا مش دي، في بيبقى فيها كده ليه، يعني لازم تبقى طالعه باحساس للي قدامك عشان هو كمان يستوعبها، يحس بيها ويستقبلها عامه. يعني لان هي في كام حاجه كده ما ينفعش يتقالوا كده يعني، ولازم يبقوا عزاز جدا وغاليين جدا وهم خارجين، لانهم بالفعل كلمات مهمه جدا، ولما بتوصل لقدامك لازم تبقى يعني لا عزيزه، مش كل شويه ومش لاي حد كده طول ما انت ماشي الكلمه دي تتقال. انا بالنسبه لي لا، يعني لازم يعني اصل كلمه حتى مش بين بس زوجين يا شاذلي، في المطلق ما بين اي اثنين، صحاب، اخوات، بين حد ووالدته وحد وباباه، لا يعني لازم عشان اقول انا بحبك لازم يكون في يعني تصرف يدل على هذا الحب. التصرف لوحده مش كفايه، وفي نفس الوقت الكلمه لوحدها كمان مش كفايه. يمكن انا هقول لك مثلا انا مشكله عندي يا شاذ، بعيدا عن موضوع، يعني هخرج بره السؤال سنه لانه مش عارفه اساعدك في الموضوع ده، بس هخرج بره السؤال سنه. انا كانت عندي مشكله ان انا اعبر بالكلام عامه عن مشاعري انا. يعني ممكن اكون مثلا بحب حد جدا وما اعرفش اقولها، او اكون حتى متضايقه جدا وما اعرفش اقول، بس تصرفاتي بتبان. بس مع الوقت
عرفت انه ده مش صح، وعرفت انه مهم جدا ان احنا نقول للي قدامنا ان احنا بنحبهم، مهم جدا نقول لهم مدى غلاوتهم عندنا ايه، نعرفهم مدى اهميتهم في حياتنا ايه، مهم طبعا جدا جدا كمان ان احنا نعمل تصرفات او يبقى في حاجات في افعالنا تدل على هذا الحب، لكن كمان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين نقوله. في نقطه كمان تانية شاذلي، معظم الرجاله للاسف احنا في مجتمعاتنا الشرقيه كمان عندها مشكله فيها، ان الراجل ما ينفعش يروح يقول لمراته انا بحبك، الراجل ما ينفعش يعتذر، الراجل ما ينفعش يعيط، الراجل ما ينفعش يعبر عن مشاعره اصلا بالكلام، ولو عمل كده لا يبقى يعني بالنسبه لنا بتبقى حاجه غريبه. لا على فكره بالعكس خالص تماما، الراجل لما يتكلم بشكل لطيف ويعبر عن مشاعره بشكل لطيف وبشكل معتدل بالعكس دي ممكن تكون من احلى الحاجات اللي في الدنيا على فكره. صحيح بس ما يبقاش ماشي يدلدق مشاعر زي ما انا بص بقى عملت قلت معتدل معتدل بشكل معتدل. ومهم برضو بقى بجد هياخدنا النقطه ان انت تبقى مدرك للحاجات اللي فيك بتضايق اللي قدامك، يعني لما حد يقول لك على حاجه انا ده بيضايقني او انا محتاج كذا او انا محتاج اسمع كذا ما ينفعش اقول والله هو انا كده، اصل انا بعبر بالكلام، انا ده وجهه نظري بما اني الطرف الاخر من القصه، يعني مش لطيف انه والله هو انا كده بس بعبر بقى بافعال، لا هو ده مش لطيف. لطيف بالنسبه لمين؟ لطيف بالنسبه لك؟ طب حب نفسك بقى يعني لو لطيف بالنسبه لك حب نفسك لوحدك بقى، لكن طول ما انت معاك طرف اخر لازم تراعي مشاعر واحتياجات واهتمامات الطرف الاخر والطريقه كمان اللي هو بيحب طبعًا. ان انت تعبر بيها عن حبك. من الحاجات كمان المهمه في التعبير عن الحب للزوجات القرب جنبهم باستمرار، تتكلم معاهم اليوم كان ماشي ازاي، تفاصيل صغيره كده على فكره لكن هي بتفرق. يعني لو رجعت من الشغل وسالتها الدنيا كانت ماشيه ازاي، اليوم كان عامل ازاي، او هي رجعت من الشغل وقعدت دردشت معاها شويه، الحاجات دي ليها تاثير كبير جدا بخلاف الهدايا مثلا. وهنا في موضوع الهدايا انا يمكن من الناس اللي دايما بشوف ان المغالاه قوي في الهدايا ما بتعبرش عن حب صادق، ممكن اكون غلط على فكره بس ده من جوايا، المغالاه قوي في الهديه ان انا اروح اجيب هديه كبيره قوي يعني ما بحسش ان الحب ده حب صادق، احس ان هو مثلا حب يعني او استلطاف اعجاب ايا كان يعني، لكن مش حب صادق. ممكن تعبر بحاجه بسيطه جدا يعني المورنينج تكست اللي بنقول عليه الرساله الصباحيه مثلا، تسيب لها رساله الصبح مثلا تكتب لها فيها كلمه حلوه بحبك بحبك، الكلام ده برضه بيفرق عنه بحبك بحبك وانت نازل تقول بحبك وانت راجع تقول بحبك، الحاجات دي كلها بتفرق. حاجات بسيطه جدا اللي هي تقدير يعني، يعني كنا لسه بنتكلم من كام يوم برضه انا وجمانة على المساعده في شغل البيت، مساعده الزوج لزوجته في شغل البيت ده بيؤكد ان هو فعلا بيحبها، اصل اكيد مش هيدخل عشان يخفف عنها وهو ما بيحبهاش. صح صح بس كلام منطقي لا طبعا ده اكيد، بس موضوع بقى ماشي موضوع الهدايا ده زي واحده حسب يعني بص حسب مقدره الرجل يعني احنا نحدد الهديه دي كبيره او مش كبيره دي حسب مقدره الرجل. لو حد مقتدر ما شاء الله وقادر يجيب هي ايا كانت الهديه وتناول ايده يقدر يعمل ده لا هي مش هتفرق بقى كبيره صغيره حسب اللي يقدر عليه، لكن لو حد يمكن حالته الماديه بسيطه شويه لسه اتنين صغيرين بيكونوا مستقبلهم لسه كل الكلام ده اي حاجه بس تعبر عن الحب. يعني انا عندي مشكله مثلا يا شاذلي لما اقابل اتنين متجوزين بقالهم فتره مثلا ويبقى في مناسبه خاصه بيهم، يعني مش مثلا مش عيد ميلاد او حاجه بس مناسبه خاصه بيهم اللي هو مثلا عيد جواز حتى لو فالنتاينز داي ايا كان، يعني المناسبات البسيطه دي بتضايق جدا لما لا اصل احنا خلاص كبرنا بقى عدينا بالحاجات دي، ليه عدينا بالحاجات دي؟ لا طبعا هي ملهاش وقت، هي ملهاش وقت وبرده في نفس الوقت مش لازم يكون الاحتفال بيها ان انا عامل حفله وبتاع طبعا طبعا لا طبعا هي بتبقى حاجه بسيطه ان انت فاكر الميعاد ده وان انا فاكره الميعاد ده وان انت فاكر التاريخ ده وانا فاكره التاريخ ده عيد الجواز ده طبعا مين ينساه؟ طبعا اكيد طبعا. فهي بتبقى والله حاجات بسيطه قوي، احنا بنكبر المواضيع وبنخلي كده الحاجات معقده مع ان هي اصلا في حقيقه الامر سهله جدا وبسيطه جدا والغرض منها اصلا تسهيل الحياه وان الدنيا تكون لطيفه، فجاه بقت عقده فجاه بقت مشكله مع ان اصلا الغرض منها احنا عاملينها ليه؟ عاملينها عشان نتبسط، عاملينها عشان نعبر بس عشان المغالاه جمالنا اللي دايما نشوفها من الناس بدات تعلي على بعض يعني حاجة. ده حد بيحتفل وعامل معرفش مناسبه عيد جوازه ومش عارف محتفل فين، الجاي زميله فاكيد مش هبقى اقل منه او جاره او قريبه ايا كان يعني، فهيروح مكان اعلى فده هيروح مكان اعلى، فصعبنا الدنيا قوي على نفسنا في النهايه. صحيح. لقينا نفسنا بندفع ارقام كبيره قوي في احتفالات ما هيش مستاهله، والتعبير عن الحب في هذه المناسبات بسيط جدا.
صحيح، بس هو زي اللي بيطلق عليه البير بريشر، الضغط المجتمعي اللي طبعا ناتج بقى دلوقتي عن السوشيال ميديا. كل حد شايف بيشوف السوشيال ميديا، بيشوف هنا احتفالات وهنا مش عارف هدايا ايه، فلا ازاي طبعا احنا كمان لازم يكون ده موجود. اصلا ثلاث ارباع الحاجات دي مش حقيقيه، معظم الحاجات دي اصلا بتكون هدايا او بتبقى بجد عشان تصوير الفيديو زي اعلان. انا مش بقول ان حد بيمثل او حد بيكذب، بتبقى زي اعلان بشكل او باخر، ما بتبقاش هي دي الحقيقه. ناس كتير جدا ما بتراعيش ظروف الطرف الاخر، في ستات كتير جدا ما بتراعيش ظروف شريك حياتها او كان جوزها او خطيبها، ما بتراعيش النقطه دي، ما بتبقاش عارفه انه شغال وانه تعبان وانه عايز يحوش فلوس بالمناسبه عشان يقدر يعمل لها برده ويحقق لها كل اللي نفسها فيه. والناحيه الثانيه في رجاله شايفه ان دي حاجات تافهه وان دي حاجات صغيره وما لهاش لازمه، واحنا ممكن نصرفها في حاجه ثانيه نستفيد بيها. لا ده صح ولا ده صح. دايما يعني يا شاذي لو نيجي كده نركز هنقول كل حاجه في النص لطيفه صحيح جدا. صحيح، الاعتدال المطلوب. بالظبط، الاعتدال لطيف جدا. مش عيب ابدا ان حضرتك تقول لمراتك ان انت بتحبها، مش عيب ابدا ان انت تعتذر لها، وانت كمان مش عيب ان انت تعبري لشريك حياتك ان انت بتحبيه او تعتذري له او بالعكس. دي كلمه بسيطه جدا هتسهل الامور علينا في حاجات كتير جدا. حلوه كلمه بسيطه دي، حاجه مهمه جدا، وانا عايز كل الرجاله في التعليقات يتفقوا معايا ان احنا رجال اقوال وليس افعال. احنا بنقول كلمه بحبك احلى من مليون هديه، فاحنا بتوع ايه؟ بتوع اقوال، والاقوال حلوه جدا، والكلمه زي ما انتوا قلتوا، ودايما البنات بتطالب والسيدات بيطالبوا ان الكلمه الحلوه. انتوا بتصنفوا الاثنين يعني؟ الكلمه الحلوه ليها وقعها، يعني هم بيتاثروا بالكلمه الحلوه، فاحنا ليه ما نلعبش على النقطه دي؟ طيب دي حاجه مهمه جدا على كل الناس. سؤالنا في اقوال وافعال، دول ممكن يبقوا التيم بتاعي يعني. اقوال انت عندك بقى براحتك، انت حر. اقوال وافعال يا جماعه، تشوف كده قولوا لنا رايكم، اقوال وافعال ولا اقوال فقط؟ طيب خلينا نشوف راي الناس. اخر مره قلت لمراتك انا بحبك كانت امتى؟ ولا انت من الناس اللي بتعبر عن حبك ليها بالافعال؟ ده سؤالنا الموجود على الفيسبوك، في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقه النهارده. بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم، حلقه جديده من صباح الخير يا مصر. اخر مره قلت لمراتك انا بحبك كانت امتى؟ ولا انت متعود انك من الناس اللي دايما بتعبر عن حبك ليها بالافعال؟ ده سؤالنا جمانة الموجود على صفحاتنا المختلفه على السوشيال ميديا، في انتظار اجابات حضراتكم. لكن دلوقتي خلونا نروح لدينا شرف عشان نشوف انسب طريقه هي تحبها للتعبير عن الحب، الافعال ام الاقوال. صباح الخير يا محمد، صباح الخير يا جمانة، صباح السعاده والتفاؤل على كل مصيم في كل مكان. لا انا من فريق جمانة، الافعال والاقوال طبعا مهمين جدا. طمعين قوي يا جماعه. لا مش طمع، احنا زي ما انت بتحب تشوف الافعال بتحب تسمع الاقوال. يعني احنا هنقول ونعمل، واحنا كمان لازم نقول ونعمل، يعني الطرفين على فكره. يعني ده انا متفقه جدا ان مش على الراجل بس ان هو لازم يقول كلام حلو على طول ويعمل افعال قويه على طول، لكن بالعكس كمان الست لازم تكون بتهتم بجوزها جدا وبتحاول انها تبقى في افعال وفي اقوال. الافعال طبعا احنا كل الستات المصريه بتعمل الافعال وزياده بشكل كبير، والراجل المصري كمان بيقوم ده، لكن ان احنا نفتقد ان احنا نقول كلام حلو لبعض ده اللي احنا بقينا مفتقدينه دلوقتي. هي مش كلمه بحبك بس، في كلمات كتيره قوي. لما بنزعل حد بنقوله انا اسف، لما بيبقى طول اليوم في شغله بنبعت رساله او هو بيبعت لها رساله، دي تعبير عن الحب. انا فاكرك، وحشتيني، تعالي نلبس ونخرج، او تعالى ننزل شويه. حتى كلمة خسيتي الست بتعتبرها كلمة حلوة بالنسبة لها. والراجل كمان لو قلت له انت شكلك حلو النهاردة، لو قلت لجوزك انت شكلك حلو النهاردة، هو بيفرح. يعني خليكوا دايما بتقولوا كلام حلو لبعض، لأن ده اللي بيخلي فعلا الروح كده مبسوطة وسعيدة بالحياة الزوجية، لأن ده الأساس، المودة والرحمة، المودة والرحمة بالكلام وبالأفعال. خلونا نستعرض مع حضراتكم النهاردة الجولة المرية، وهنبص على شوارع القاهرة والمحافظات دلوقتي، وخصوصا أن الناس بدأت تنزل. هنبدأ جولتنا من القاهرة، وأن في إغلاق كلي لأحد الاتجاهين تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد، وده بيستلزم الأمر الغلق الكلي لأحد الاتجاهين وإجراء تحويل لحركة المرور بالاتجاه الآخر بالتبادل. كمان استكمال أعمال لتنفيذ أعمال الغلق الكلي للاتجاه القادم من مناطق التبيين تجاه مناطق المعادي، مع تحويل الحركة المرية للاتجاه الآخر، وده هيكون لمدة شهر. لو كملنا في اتجاه الكورنيش هنلاقي فيه كثافات مرية بسيطة باتجاه منطقة وسط البلد، أما كوبري أكتوبر المتجه للعباسية فهنلاقي هناك سيولة مرية حتى غمرة. اللي مكمل في اتجاه العباسية هنلاقي كثافات بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية. ولو تابعنا شارع صلاح سالم هنلاقي هناك سيولة مرية كبيرة، وهنفضل ماشيين لحد نفق الملك الصالح اللي بيشهد كثافات مرية نسبية في الوقت الحالي.
هنفضل مكملين لحد كوبري الروضة، وهناك برضو في بعض الكثافات. كورنيش النيل بدأت الكثافات تزيد عن المظلات والساحل ومنطقة وسط البلد، ودي كثافات بتكون طبيعية، ده بسبب زيادة أعداد السيارات. لكن الكورنيش متجه إلى المؤسسة في سيولة مرية. ناخد بالنا أن كوبري 15 مايو بتظهر عليه كثافات أعلى منطقة الزمالك، ده بسبب أعمال توسعة الكوبري وربطه بمحور 26 يوليو الجديد. بالنسبة للطريق الدائري فبتظهر كثافات على دائري المرك المتجه من نفق السلام اتجاه الزراعي ومنه إلى الأقاليم. نستكمل جولتنا بشوارع الجيزة. في إغلاق جزئي لطريق الدائري الأوسطي على تقاطعات المحور المركزي والمحور المركزي الموازي وطريق جمال عبد الناصر، ده دون تعطيل حركة المرور. كمان في غلق كلي لطريق امتداد محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان جهينة اتجاه طريق الواحات، تحديدا المنطقة المواجهة لمدخل نادي 6 أكتوبر وميدان الحصري. في بعض التحويلات المرية على محور 26 يوليو بسبب أعمال التوسعة، ده للقادم من ميدان لبنان اتجاه أكتوبر للنزول يمينا اتجاه محور 3 يوليو المستحدث بعد الطريق الدائري، ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه محور 26 يوليو، ثم الصعود مرة أخرى لمحور بمنطقة أبو رواش اتجاه أكتوبر القادم من أكتوبر اتجاه ميدان لبنان. سيتم استخدام حارات التوسعة المستحدثة بواقع عدد 6 حارات مرورية على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال 75 يوما. لكن كمان بالنسبة القادم من الدائري اتجاه كوبري أكتوبر أو اتجاه أكتوبر لسه الطريق مغلق بسبب اتجاه إجباري من خلال نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرنج. لو رحنا بقى معاكم شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مرورية، ده بسبب غلق الشارع في الاتجاهين. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة السيارات. كمان ظهرت كثافات أخرى في شارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاء ومبابة. أما بقى بالنسبة لمحور صفت ففي كثافات مرورية بتزيد في الاتجاه إلى جامعة القاهرة. ناخد بالنا أنه تم إغلاق أو إجراء غلق كلي بشارع منشأة البكاري بنطاق حي الهرم بالاتجاه القادم من أسفل طريق الدائري لمدة شهر بسبب تنفيذ الأعمال الإنشائية للقواعد الخرسانية الخاصة بمطالع ومنازل محور عمرو بن العاص اللي بتربطه مع طريق الدائري القوس الغربي. نروح معاكم لمحافظة القليوبية والقادم من الزراعي، بتظهر كثافات مرورية بطريق اسكندرية الزراعي، ده بسبب زيادة أحمال السيارات والكثافات، ده بعد نزلة كوبري أليوب حتى مطلع الدائري في الاتجاه القادم من الأقاليم وصولا إلى القاهرة، وحتى الطريق الدائري واللي أصبحت قليلة بشكل كبير بعد إنتاء أعمال توسعة الطريق بيشهد الاتجاه الآخر كثافات متقطعة، ده وسط متابعة بصفة دورية لحركة السيارات لسحب أي كثافات مرورية بتظهر بالطريق لمنع ظهور زحام مروري للمركبات. لكن القادم من الزراعي متجه للدائري سواء الجيزة أو المرج هيلاقي هناك سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات البسيطة لكنها مش مؤثرة بشكل كبير. أما اللي من منطقة الدلتا وهيستخدم طريق شبرا بنها الحرة علشان يتجه لمناطق شرق القاهرة والتجمع، يفضل إن هو يمشي على محور الفريق العصار مرورا بالشارع الجديد في شبرا الخيمة. نكمل معاكم جولتنا المرورية وهنلاقي فيه سيولة مرورية في معظم الشوارع في بورسعيد ما عدا بعض الكثافات نتيجة المعتادة في ساعات الذروة الصباحية، حتى زي شارع جمال عبد الناصر اللي بيشهد كثافات نسبية بسيطة هتبدأ تقل لحد ما نوصل لشارع 23 يوليو حتى نروح لطريق طرح البحر اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية. ومن طرح البحر هنروح شارع الجمهورية اللي فيه كثافات مرورية مكملة لحد آخر الشارع. وبكده أخذنا حضراتكم النهاردة في جولة مرورية في معظم محافظات الجمهورية. هرجع مرة تانية لمحمد وجمانة علشان نكمل معاكم. صباح الخير يا مصر. نشكرك يا دينا، شكرا جزيلا. وكالعادة هنبدأ مع حضراتكم أولى فقرات صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها الاجتماع اللي عقده دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة ACI الشحن المسبق، والتأكيد على أنه في ال 18 يوم اللي فاتوا كان إجمالي قيمة البضائع اللي أفرج عنها حوالي 3 مليار و700 مليون دولار. كمان رئيس الوزراء امبارح يا جمانة تابع خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، بالإضافة أيضا إلى أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى شائعات اللي ترددت بخصوص تخفيض قيمة مستحقات برنامج تكافل وكرامة. تفاصيل كتير هنعرفها في التقرير اللي جاي.
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، منها الاجتماع اللي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة موقف تطبيق منظومة الشحن المسبق ACI. وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه إجمالي البضائع المفرج عنها خلال الفترة من 1 ل 18 فبراير الجاري حوالي 3.7 مليار دولار. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، وأكد مدبولي أن الاجتماع ده بيأتي من منطلق الحرص على متابعة خطوات التقدم في ملف الطروحات الحكومية، وأن التحرك في الإطار ده بيأتي في ضوء مخرجات وثيقة سياسة ملكية الدولة وبما يتسق مع الإصلاحات الهيكلية اللي بيتم اتخاذها. امبارح برضه تابع الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات والفرص الاستثمارية في محافظة السويس، ووجه رئيس الوزراء بتوفير 350 مليون جنيه لسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة، بما يسهم في استكمال الجهود اللي تم تنفيذها في الملف ده. امبارح نفت الحكومة الشائعات اللي ترددت بخصوص تخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قال إنه الكلام ده مش حقيقي ومفيش أي قرارات صدرت بهذا الشأن، وشدد على انتظام صرف مستحقات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي وبذات القيمة المقررة ليها دون أي تخفيض. أما في المحافظات ففي مجموعة كبيرة من الأحداث المهمة اللي حصلت في المحافظات امبارح، واللي منها افتتاح معرض أهلاً رمضان في ميدان محمد نجيب في الإسكندرية، وأيضاً الانتهاء من رصف طريق بحري ترعة السلام في بورسعيد. كمان في الفيوم تم إطلاق مبادرة لدعم زواج الفتيات اليتيمات بقرى المحافظة، وتسليم 62 مشروع تنموي من المشروعات الصغيرة في الدقة الأهلية، وأخبار تانية كتير هنعرفها مع حضراتكم في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها توزيع 2000 كيلو لحوم و900 بطانية ولحاف على 1900 أسرة غير قادرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بالمحافظة، وده تماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في الإسكندرية تم افتتاح معرض أهلاً رمضان في ميدان محمد نجيب بسيدي بشر، وبيضم جميع السلع الغذائية والاستهلاكية المختلفة، وبيشارك في المعرض 56 عارض لتوفير أكبر كم من السلع بتخفيضات كبيرة. في الدقة الأهلية تم تسليم 62 مشروع تنموي من المشروعات الصغيرة بقيمة 20,000 جنيه لكل مشروع، وده ضمن مشروعات التمكين الاقتصادي تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. في بورسعيد تم الانتهاء من أعمال رصف وتطوير وتخطيط طريق بحري ترعة السلام بداية من محور 30 يونيو وحتى الوصول لمستشفى 30 يونيو بطول 2.5 كيلومتر بنطاق حي جنوب بورسعيد. في مطروح انتهت أعمال القافلة الطبية والجراحية اللي نظمتها كلية الطب بجامعة الإسكندرية في مستشفى السلوم المركزي، واللي نجحت في توقيع الكشف الطبي على 2160 مواطن من المرضى غير القادرين. في أسيوط تم الدفع بعدد من المنافذ المتنقلة بشوارع وميادين المحافظة، وده من خلال سيارات محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة بأسعار مخفضة من إنتاج المشروعات التعاونية الإنتاجية التابعة للإصلاح الزراعي. في الوادي الجديد أعلنت إدارة التنمية الشبابية بأندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة استكمال تنفيذ الملتقى الحرفي بمركز شباب غرب الموهوب بقطاع الدخلة للتدريب على حرفة الزي الواحاتي بمشاركة عدد من عضوات أندية الفتاة والمرأة. في الفيوم تم إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان كفالة زواج يتيمات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة، وده لاستهداف دعم مئات الآلاف من زواج الفتيات اليتيمات بالقرى من خلال تسليمهم مبالغ مادية وهدايا عينية واستكمال ما ينقصهم لبناء منزل الزوجية. دلوقتي خلينا نروح نصبح مرة تانية على زميلتنا دينا شرف عشان تقول لنا على آخر أخبار الطقس في القاهرة والمحافظات. تفضلي دينا.
بشكرك يا جمانة. فعلا هو الجو برد شويه النهارده، واحنا بقى لنا فتره فعلا الجو يعني درجات الحراره منخفضه فيه بشكل كبير. تعالوا دلوقتي ناخدكم في جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده في طقس بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه. في فرص سقوط امطار خفيفه على مناطق من السواحل الشماليه وده على فترات متقطعه. في كمان شبوره مائيه الصبح على بعض الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء وشمال الصحيح. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 20 درجة، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28، وأقل درجة حرارة في دمياط 17 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. آخر مرة قلت لمراتك أنا بحبك كانت إمتى، وإزاي بتعبر لها عن حبك ليها؟ هل بالأقوال أم بالأفعال أم بالاتنين؟ ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على الفيسبوك في انتظار إجابات حضراتكم. دلوقتي ناخد مجموعة من الإجابات اللي جات لنا على سؤال الحلقه. شريف ابراهيم بيقول صباح الفل والياسمين عليكم، لسه امبارح والله، وطبعا هي تستاهل عشان هي الشريكه والحبيبه. الله عليك يا استاذ شريف، صباح وزي الفل. في نرمين هاشم، صباح الخير يا جوانا، صباح الخير يا استاذ محمد. انا طبعا معاكي يا جوانا ومع دينا انه الحب افعال واقوال، لانه انت لو كلمه حلوه للشريك لو ما قلتش غالبا كلمه حلوه للشريك حياتك بقى. مش فاهمه الجمله دي قوي، بس انا عايزه اقول لكم انه انا بحبكم جدا وبحب برنامج صباح الخير يا مصر، لان دايما امي بتقولي ان ده ان البرنامج ده عندك اهم من اي مسلسل او فيلم بتحبيه. ربنا يعني يخليكي يا نرمين، واحنا كمان بنحبك. اهو حد قال لنا كمان ان هو بيحبنا اهو. اقوال كلها. ام فارس بتقول انا جوزي بيعبر عنها بالافعال وليس الاقوال، ودي اهم حاجه على ما اعتقد. الكلام سهل لكن الافعال هي اللي بتاكد. محمد ابو روكا بيقول صباح الخير على مصر كلها، هو مش المفروض الكلام الرومانسي بيكون في الخطوبه بس، بعد الجواز بيدخلوا مطحنه الحياه، في شهر صباح الخير ومساء الخير. لا خالص، مين قال كده؟ ده بالعكس، ده هو اللي بيساعد ان انتوا تستحملوا مطحنه الحياه بقى. الاستاذ احمد سعيد بيقول صباح الفل عليكم، الاقوال والافعال والنظرات والتعاون والتفاهم والموده والرحمه، كل هذا هو الاساس، ولا انت مختلف يا شاذلي؟ لا مش مختلف يا فندم والله مع حضرتك خالص، بس يعني مش طول الوقت هيكون افعال. يعني خلينا نقسم الاسبوع يا استاذ احمد، كل يعني طول الايام الاسبوع اقوال، وفي اخر الاسبوع في افعال. في اخر الاسبوع ممكن نساعد مثلا او نعمل حاجه. شكرا. في سولة وتوتا غالبا تقول صباح الخير يا جمانة، طبعا بالافعال لانها شيء ضروري، يعني هي مقتنعه بالافعال بس. طيب احمد سعد بيقول صباح الفل عليكم، احلى برنامج. اولا حب الشخص لمراته ليس بالكلام ولكن بالافعال. حبك لمراتك ما تخليهاش محتاجه اي حاجه، بس اخر مره قلت بحبك لام ريتال كان يوم عيد الحب، ولما جبت لها هديه عيد الحب جاب لها هديه في عيد الحب، وتحياتي ليك وصباحك فل يا استاذ احمد. وحلو والله لسه معبر قريب، هو لسه في عيد الحب من كام يوم. يعني احنا عملنا الصعب، بتعملوا الصعب يا جماعه وبتعملوا افعال، يعني جت على الكلمه مش هتاخد ثانيتين. في عبدو احمد بيقول صباح الخير يا مصر، صباح الخير على كل حبايبي كل اهل ديروت، صباح الخير عليكم، صباح الخير على كل اهل ديروت. بيقول انا لسه سنجل، ادعوا لي بنت الحلال عشان اقول بحبك زي كوبا زي هتقول يا فندم هتقول ما تقلقش. عبير سالم بتقول صباح الفل عليكم، انا لسه ما اتجوزتش لكن ان شاء الله كل يوم لازم يعدي واحنا في حب وسعاده، وبصبح على امي واختي وزوجها ودول اختي بالشفاء العاجل، ربنا يشفيها ويعافيها. اللهم امين. في ابو معاذ محمد عبد الكريم بيقول نسال الله رب العرش العظيم ان يزرع الحب في قلوبنا وفي قلوب الناس اجمعين، اللهم امين. عيد عبد الباري بيقول صباح الفل عليكم على اهل الفيوم جميعا، الحب ليس قولا مهما كانت او اقوالا يعني مهما كانت جميله، انما افعال. عفوا، مهما كانت بسيطه وانا بقول لها بحبك على الله، لا لا لا، وانا بقولها بحبك على شاشه التلفزيون اهو قدام العالم كله. سلام عليك يا استاذ. لا مش سهل انت برضه. لا حركه لطيفه الصبح دي، زي ما انت قلت دي المورنينج بات، دي المورنينج مسج. صح، خليها بقى تتفرج. خليها لو نايمه لما تصحى تشوف الجزء ده على السوشيال ميديا عندنا. في ام بندق بتقول صباح الخير والسعاده لاحلى برنامج، انا جوزي بيسافر الحمد لله، بحسها بافعاله واتصاله ووقت احتياجي ليه ووقت تعبي مع الاولاد، بيتصل وبيقول انا حاسس بيه ان فيكي حاجه، وطبعا بكون سعيده جدا وبحس بحبه ليا. ربنا يبارك فيه ويحفظه، اللهم امين. اللهم امين امين يا رب. عمرو ابو تغريد بيقول كلمه بحبك او بحبك يعني تغني عن كل شيء وتزيل عن الست عمل اليوم الشاق. كل يوم يا استاذ عمرو، كل يوم وانت راجع قول لها بحبك. بعض الاحيان طبق المحشي افضل من كلمه بحبك، ده هي بقى تعمله بقى عشان تعبر بيها عن حبها ليك.
في استاذ محمد سالم بيقول صباح الخير عليكم جميعا، انا لسه خاطب ولسه قايلها امبارح، بس طبعا من فتره ان نظره عين كفيله مني او منها تعبر عن اللي جوانا. الحب ده احسن حاجه في الدنيا، خصوصا لما تكونوا اتنين مختارين بعض. بس شفتي بيقول لك نظره عين كفايه ان هي تعبر عن الحب. هو ده الكلام اللي احنا نقصده يا جماعه. بعيدوا عن الهدايا ونركز في الحاجات اللي زي دي. على كل، في انتظار طبعا مزيد من اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقرات. دلوقتي خلينا نروح نشوف اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله في سياق هذا التقرير، ونرجع لحضراتكم على طول. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالجامعة العربية هتعقد الاجتماع الـ15 لفريق الخبراء والمختصين بمجال حماية المستهلك بالدول العربية، وخلال الاجتماع هيتم مناقشة الاستعدادات الجارية للاحتفال بالأسبوع العربي لحماية المستهلك، واللي تم اعتماده عشان يكون في شهر مارس من كل سنة بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك. النهاردة هتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير لمدة 55 يوم، بتنتهي بأسبوع الآلام وعيد القيامة في شهر إبريل. النهاردة هتستطلع دار الإفتاء هلال شهر شعبان لعام 1444 هجرية، وكشفت الحسابات الفلكية اللي أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجرية، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:07، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 9:07 صباح اليوم بتوقيت القاهرة المحلي. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. النهاردة في طقس بارد الصبح بدري ومعتدل بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء وشديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء. في فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة. في كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. حابين نطمن حضرتك عن اخبار الطقس، خاصه ان احنا يعني درجات الحراره منخفضه وفي برد شويه، وهل كمان عايزين نعرف في موجات برد انتهت مع مرور اول 10 ايام من شهر امشير؟ بالفعل، يمكن احنا خلال الاسبوع الماضي كنا بنشهد انخفاضات ملحوظه في درجات الحراره، وكانت العظمى على القاهره الكبرى بتسجل 17 و16 درجه مئويه فتره النهار، لكن احنا من يوم الجمعه الماضيه وكانها كمان يوم السبت شهدنا تحسن في الاحوال الجويه، خاصه فتره النهار بدات درجات الحراره ترتفع ارتفاع خفيف بحوالي من درجتين لثلاث درجات. العظمى بالامس سجلت على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه خلال فتره النهار، فاحنا متوقع استمرار التحسن في الاحوال الجويه على مدار هذا الاسبوع، وتحديدا اليوم هيكون في كمان زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فتره النهار. مصادر الكتل الهوائيه بدات تختلف، بدات تجينا من على مناطق الصحراويه، فعشان كده بدانا نحس بالدفء فتره النهار. مع سطوع اشعه الشمس هنحس بالاجواء المعتدله تماما على اغلب المناطق الشماليه، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، اجواء مائله للدفء على محافظات شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافيه على جنوب الصعيد. المناطق الجنوبيه طبعا تكون درجات حرارتها اعلى من المناطق الشماليه. خلال فتره الليل مع غياب اشعه الشمس بيحصل انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، خاصه ساعات الليل المتاخر فتره الصباح صحيح. الباكر رغم ان كمان في تحسن في درجات الحراره فتره الليل، بدانا نسجل درجات حراره 11 و12 درجه مئويه خلال فتره الليل على القاهره الكبرى، لكن في نشاط نسبي للرياح بيخلينا لسه كنت اقول لحضرتك فعلا نشاط الرياح القوي جدا بالليل ده بيجيب لنا كتل هواء بارده، يعني الواحد لما بينزل بالليل بيبقى جو ساقع جدا. بالفعل، لان نشاط الرياح بيخلينا نحس اكتر بانخفاض درجات الحراره وبروده الطقس. انخفاض نسب الرطوبه اللي موجوده في الجو فتره الليل بتخلينا كمان نحس اكتر ببروده الطقس وانخفاض درجات الحراره، فاجواء فتره الليل ما زالت اجواء شديده البروده على اغلب مناطق الجمهوريه، خاصه في ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. فرص الامطار اليوم هي فرص امطار خفيفه جدا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه،
واستنحصر فقط في السواحل الشماليه للبلاد المحافظات المطله على البحر المتوسط على فترات متقطعه من اليوم، هنشوفها في الاماكن الاخرى لا، بالاضافه كمان ان متوقع تكون شبوره مائيه فتره الصباح الباكر ساعات الليل المتاخر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وهتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه. فمهم جدا احنا فتره الصباح الباكر تكون القياده بالتزام، نتابع كافه تعليمات المرور، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، لان الشبوره المائيه هي الظواهر الجويه اللي معانا على مدار هذا الاسبوع كله ان شاء الله، مستمر معانا التحسن في الاحوال الجويه لنهايه هذا الاسبوع مطلع الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك على المتابعه اليوميه معانا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي خلونا نتعرف معاكم عن درجات الحراره المتوقعه النهارده، هنبداها من القاهره والعظمى 20، الصغرى 11، العاصمه الاداريه 20 10، الاسكندريه 19 12، العلمين الجديده 18 12، مطروح 17 10، دمياط 17 12، بورسعيد 18 12، اسماعيليه 20 8، السويس 19 8، العريش 18 10، كاترين 18 4، طابة 21 11، حلايب 25 15، شلاتين 27 16، شرم الشيخ 25 16، الغردقة 23 13، الفيوم 20 8، بني سويف 20 7، الوادي الجديد 24 9، أسيوط 20 6، سوهاج 21 8، قنا 28 8، الأقصر 26 7، أسوان 28 11. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس، لكن ناخد بالنا في الأوقات المتأخرة من الليل الجو بيكون بارد جدا، وكمان ناخد بالنا من الشبورة المائية اللي بتكون في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، ناخد بالنا عند قيادة السيارات على الطرق السريعة وكمان الزراعية والصحراوية. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معاكم في قناة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا امبارح جامعة قناة السويس أطلقت معرض الكتاب في دورته الـ 32، هذا المعرض بيوفر عدد كبير من الكتب في مختلف التخصصات، وصل عدد هذه الكتب اللي موجودة في المعرض 30,000 كتاب. صحيح يا تشازي، الحقيقة إن أهم حاجة بتميز معرض الكتاب في جامعة قناة السويس هي إنه الكتب المطروحة بتشمل كل التخصصات، سواء كان في المجال الصحي أو العلوم الإنسانية، كمان الهندسة وعلوم الحاسب. خلينا نروح نعرف تفاصيل أكتر، نرجع لحضرتك على طول. انطلقت فعاليات الدورة 32 لمعرض الكتاب بجامعة قناة السويس، وحيث يضم المعرض 30,000 كتاب تشتمل على كتب بكافة المجالات، منها المجال الصحي، العلوم الأساسية، الهندسة وعلوم الحاسب، والعلوم الإنسانية. يشارك في المعرض ثلاث دور نشر هي المكتبة الأكاديمية، والتي تشارك بكتب باللغتين العربية والإنجليزية، ومركز الكتاب للنشر الذي يشارك بكتب عربية فقط، ودار المعارف التي تشارك بالكتب الأدبية والروائية والقصص. ينظم معرض الكتاب بجامعة قناة السويس سنوياً لخدمة الباحثين وطلاب الجامعة في إطار الاهتمام بنشر الثقافة ودعم صناعة الكتب في مصر، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة 10 أيام من 10 صباحاً وحتى 4 عصراً، ويأتي بتنظيم من الإدارة العامة للمكتبات التابعة لقطاع شؤون الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس. احنا معانا دلوقتي على تليفون الدكتور ناصر المندور رئيس جامعة قناة السويس عشان نعرف منه كل التفاصيل المتعلقة بالمعرض. يا دكتور صباح الخير يا فندم. الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. قبل ما نتكلم عن المعرض في دورته الحالية، عايزين نتكلم عن نشأة هذا المعرض وتاريخه. هو طبعا المعرض الكتاب من اهم الفعاليات اللي بتتم في كل الجامعات المصرية، مش جامعة قناة السويس بس، يعني دايما كل الجامعات بما فيهم جامعة قناة السويس حريصة جدا على تنظيم معرض الكتاب لأبنائنا الطلاب والأساتذة، ان كمان تجمع المتطلبات السريعه او الملحه للطلبه واعضاء التدريس في المكتبات المركزيه او المكتبات الفرعيه في الكليه. فطبعا احنا بنبقى حريصين جدا اكتر من دور النشر كمان ومن الطلب ان احنا نجيب الاحتياجات بتاعتنا، سواء كتب ثقافيه او توعويه او حتى بترفع الوعي والثقافه بتاعت الطالب، بالاضافه الى الكتب المتخصصه في المجالات المختلفه في كليه الجامعه. فاحنا بصراحه بنبقوا حريصين جدا جدا على تنظيم مثل هذه المعارض، لانها بتدي نوع من الزخم ونوع من
الفرصة للطالب للاطلاع بصورة جيدة جدا على الحاجات كمان الخارج التخصصات العلمية اللي هو بدرس. طيب دكتور ناصر، طبعا بعد التحية لو حضرتك توضح لنا يا فندم مدة المعرض قد ايه، ايه الفعاليات اللي بتكون موجودة فيها خلال هذه الفترة، اقبال الطلاب، يعني تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. اهلا بك استاذ جمانة. المعرض بيتم غالبا سنويا بيبقى 10 ايام الا اذا كان في اقبال وطلب من الطلبة او اعضاء التدريس او المكتبات الفرعية في الجامعة على مد فترة المعرض، فبنمده، ما فيش عندنا اي مشكلة، السبيس بتاع المعرض موجود ومتاح، فممكن يتمد كمان اسبوع ولا حاجة على حسب احتياج الاساتذة والطلاب. وكمان احيانا دول الناس بتطلب مد يوم اثنين ثلاثة بنوافق لها، ما فيش اي مشكلة خالص. المعرض السنة دي فيه ثلاث دور نشر. الجميل في المعرض السنة دي مش عدد الكتب، لا انا كنت مبسوط جدا من تنوع الكتب ومصادر المعرفة، لان الجامعة عمرها ما كانت ابدا تخصصات علمية وعلوم انسانية بحتة، بمعنى ان انت استاذة علم اجتماع تخصص تربية رياضية، لا احنا بميل اول شخصي للتثقيف وبناء الانسان والطالب المصري بحيث ان هو يكون ملم بقضايا وطنه، ملم بثقافته بحضارته بتاريخه المجيد والعريق والمضيء، فدي حاجات بتسعدني انا شخصيا. امبارح كان في مجموعه متنوعه جدا جدا من الكتب المرتبطه بالثقافه والروايه وكبار المفكرين، سعدت امبارح جدا لما شفت مدار المعارف الاساتذه اللي احنا تربينا على ادابهم وفكرهم ورواياتهم، كان في الاستاذ عباس العقاد، طه حسين، انيس منصور، مصطفى محمود، كان في مجموعه من الروايات الانجليزيه المترجمه، كان في مجموعه من القصص اللي احنا تربينا عليها واحنا صغيرين مجمعينها في مجلدات كبيره. ناهيك سيادتك عن التخصصات العلميه اللي احنا طبعا بنصبوا اليها بنشتري عشان ندعم المكتبات بتاعتنا الشخصيه يعني او المكتبات الكليه. ده عظيم جدا يا فندم، لو كل جامعه بالفعل بتعمل معرض الكتاب الخاص بيها في اوقات حتى مختلفه عن بعضها. عفوا، وفي وقت بيكون فيه معرض القاهره لدولي الكتاب، اعتقد ان احنا طول السنه هيكون عندنا معارض متعلقه بالكتب. حضرتك قلت دلوقتي ان احنا ممكن في بعض الاوقات بنمد لو احتاجنا، لو دور النشر محتاجه او لو في، ده بيؤكد ان في اقبال، فعايز اكلم مع حضرتك عن اقبال الطلب على المعرض. هو طبعا الاقبال استاذ محمد ما بقاش زي زمان، عارف مع والحاسوب، يعني انت حضرتك دلوقتي يعني ابنائنا الصغيرين ولادنا في البيوت واحد ماسك التليفون او الايباد او التابلت الموبايل ويقدر يجيب اي كتاب هو عايزه. هي ميزه ان الجيل اللي اتربى على مسك الكتاب الورقي في ايديه وينطوي او يقعد على جنب في البيت ويقعد يقرا الروايات اللي بنا عليها كلنا والكتب السياسيه او التاريخيه او الثقافيه، فديت لها متعه يمكن عند كبار السن اكثر من الجيل طبعا الصغير. واحنا ممكن نعمل توازن كمان يا دكتور ما بين ان الكتب موجوده في المعرض ونعمل كمان منصه رقميه تعرض عليها هذه الكتب او نسخ. ما هو احنا المكتبات الحمد لله استاذ محمد اللي عايز اطمنك ان جميع مكتبات الجامعه خاصه الكليات القديمه فيها قاعات استذكار الكترونيه كويسه، كمبيوترات ممكن في كليات بتوصل اكثر من 50 كمبيوتر في المكتبه الهول بتاع المكتب يقدر يذاكر منه اذا كانت كتب الكترونيه او كتب ثقافيه او روائيه او تاريخيه، يقدر يطلع اللي هو عايزه فيها، يعمل فيها بحوث احيانا، بيقرا فيها للمعرفه، للدخول في المسابقات الخاصه بالجامعه اللي احنا عندنا مسابقات كتير في الجامعه في رعايه الشباب، مش متعلقه متعلقه بالتاريخ، بالروايه، الشعر، بالزجل، متعلقه بالفنون المسرحيه، الغناء، الانشاد، احيانا بتكتب بحوث، بتقدم في بحوث، مسابقات ثقافيه وعلميه بالنسبه للطلاب. اذا احنا بنهتم قوي بحتى المكتبات الرقميه كمان. طيب دكتور ناصر، اخيرا لو حضرتك تكلمنا عن الاسعار في المعرض، نسب التخفيض، طبعا ده بيكون تخفيفا على الطلاب، شكلها ايه؟ لا الشركات بتدي او دور النشر بتدي اوام تبقى فيها اسعار خاصه بالطلب. بالمناسبه يعني في اسعار كويسه قوي للطلبه، امبارح انا كنت شايف مجموعه من الروايات والكتب في رينج 40 و50 و60 جنيه. في حاجات بتبقى الكتب التكست بوكس اللي هي امهات الكتب الانجليزيه المتخصصه بقى في مجال الطب، في مجال العلوم، مجال العلوم الانسانيه، مجال الهندسه، البرمجه، الزراعه كده، الطب البيطري، الاسنان، دي بتبقى غاليه شويه، ده امر طبيعي، وان كانوا هم بيعملوا اصدارات شبه مخفضه شويه عشان الجامعات، لانه عارفين كويس ان ميزانيات الجامعات مهما تكون ميزانيات محدوده يعني مش مفتوحه.
فالتكست بوكس الاجنبيه يمكن غاليه شويه، لكن الكتب المصريه انا شايف في اسعار متناول جدا بالنسبه حتى التخصصات العلميه، كانت في حدود 100 100 وشويه. والكتب الروائيه او الروايات الصغيره والحاجات دي انا شايف فيها حاجات من 40 و50 و60 جنيه، فاعتقد في المتناول ما فيهاش اسعار. طبعا دكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس، مشكور حضرتك جزيل الشكر يا فندم على كل هذه الايضاحات. دلوقتي مشاهدينا نروح لموجز لاهم الاخبار مع دينا. شكرا لك محمد. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل بالداخل والخارج منذ الإعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وخلال اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة، والتي تبعتها ردود فعل إيجابية تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية سعيا للحصول على تفاصيل أكثر أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة بها. وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين وحرص التنسيقية على الحفاظ على قوة مصر الناعمة. وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملات التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعاليتها وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة، كما أيضا التعاون في دراسة وإعادة النظر في مواد القانون وتشريعات التي قد تعرقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير ارتفع لأكثر من 41,000 شخص. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات التركية انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال باستثناء محافظتين. ويأتي توقف عمليات البحث بعد تطاؤل الآمال في العثور على ناجين أحياء بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر. حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين من إمداد روسيا بالأسلحة، وشدد بلينكين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن على أن أي إمدادات صينية لروسيا من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة خطيرة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن قلق الولايات المتحدة مبني على معلومات تفيد بأن الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا. كما حذر الاتحاد الأوروبي من معاناة أوكرانيا من نقص في الذخيرة، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن أوكرانيا في وضع حرج من حيث الذخائر، مشيرا إلى أن هذا النقص الحاد في الذخائر يجب إيجاد حل سريع له. وفي الوقت نفسه أكد بوريل أن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية، لكن عضوية الاتحاد الأوروبي تحتاج لمراحل وشروط. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثاني في أقل من 48 ساعة. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان. ويأتي ذلك غداد تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سول. فازت النسخة الألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهض كل شيء هادئ على الجبهة الغربية بعدد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا، وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم. وإجمالا فاز الفيلم ب7 جوائز، هي أفضل فيلم وسيناريو وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى أصلية. ويستند الفيلم إلى رواية منشورة عام 1928 عن أهوال الحرب العالمية الأولى. That is one of the message of remarks.
ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وهنروح للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واللي انطلق في مارس 2022، واللي أطلق امبارح المرحلة 20 من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية المعصرة وتابعها بمركز ملاوي بمحافظة المنيا. هذه المرحلة يا جمانة، احنا طبعا وصلنا لمرحلة 20، شارك فيها 14 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتهم لأكثر من 25,000 مستفيد. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من الاستاذ حسن مصطفى، عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، اللي منورنا. صباح الخير عليك يا فندم. صباح النور يا فندم. يا اهلا بحضرتك. احنا وصلنا للمرحله 20، عايزين نعرف ايه المستهدف في البدايه من هذه المرحله. مبدئيا المستهدف من اطلاق مبادره ستر وعافيه هو الوصول للفئات الاكثر استحقاقا، والحد من نسبه الفقر بشكل اكثر تاثيرا على ارض الواقع. تم تقسيم المحافظات وفقا للقرى الأكثر فقرا والمحافظات المدرجة في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الأمر اللي بيخلي فيه أثر تنموي واضح للمواطن المصري بيشعر بيه على الأرض. التحالف قوته هو في كيانات المشاركة بالتحالف. فالنهاردة المواطن لما كان بيلاقي جمعية واحدة بتشارك، لا، النهاردة بيلاقي اصطفاف لأكثر من 30 جمعية مجتمع مدني بيقدموا خدمات متنوعة في أكتر من مجال. في البعد الاجتماعي بيلاقي كيانات بتهتم بسكن كريم للمواطن المصري، من تأهيل المنازل. في المجال الصحي بيلاقي قوافل طبية متنوعة شاملة في كافة التخصصات، فيها أكتر من خبراء طبيين خروج بيوصلوا للمناطق دي في الفترات سابقة. في المجال الاقتصادي بيلاقي فرصة قدامه إن يحصل عملية تمكين اقتصادي واضح في مشروعات متناهية الصغر ومشروعات صغيرة ومتوسطة. الأمر اللي بيخلي فيه تحسن ملحوظ لحياة المواطن بشكل واضح. طيب أستاذ حسن، في النقطة دي تحديدا، يمكن إحنا القوافل بالنسبة لنا يعني معروفة إلى حد ما، كانت القوافل الطبية أو القوافل اللي بتبقى معنية حتى بتأهيل المنازل و و و، لكن لو هنتكلم في شق التمكين الاقتصادي، إزاي ده بيحصل؟ لو هنتكلم حتى عن المرحلة 20، ده إزاي حصل؟ التمكين الاقتصادي هو جزء أصيل من التمكين الاجتماعي. لو تم تمكين اجتماعي فقط من غير تمكين اقتصادي بيزول الأثر مع زوال الوقت، ونسبة الفقر ما بتتأثرش وفقا للمعدلات والمؤشرات المحلية والدولية. بالضبط يا فندم. لكن الاهتمام بالتمكين الاقتصادي من خلال حصر الحالات وحصر المزايا التنافسية للقرى والمحافظات وخلق المشروعات المتواجبة مع تلك القرى وتلك المحافظات، الأمر اللي بترتب عليه انك بتم اختيار المشروع الصح في المكان الصح. مع توفير التمويل بتضمني النتيجه وبتضمني نجاح المشروع وبتضمني استدامته. النهارده التحالف بيمول اكتر من 50,000 مشروع بقيمه تجاوزت مليارات، يعني في الفتره القصيره اللي فاتت، خلال السنه اللي فاتت. الامر اللي بينعكس على حياه المواطن. مجرد ما وفرت دخل ثابت فانت ضمنت ان في تمكين اجتماعي حسب التبعيه. الأمر اللي بتلاقي فيه ناس كتيرة جدا بتطلع بره قوائم انتظار الفقر. صحيح. الأمر في المستقبل هينعكس إن معدلات الفقر تقل. لا، مترتبة على بعض. وكانت المؤشرات لحد 2020 معدلات الفقر في مصر بتقل بنسب متزايدة. في ظل الأزمات والكوارث العالمية لابد من تكثيف العمل التنموي وتكثيف التكاتف، وده الدور اللي بيقوم بيه التحالف الوطني. إن هو بيكثف العمل التنموي لتقليل نسب الفقر وفقا للمؤشرات. طيب عظيم، هل حضرتك شايف ان احنا كل الخدمات في كل القطاعات اللي حضرتك ذكرتها دي ممكن تكون موجوده في مبادره واحده، ولا بتقسم مبادرات مختلفه؟ يعني ستر وعافيه متخصصه في مجال معين، ندخل على تاهيل المساكن، ندخل على الشق الاقتصادي او التمكين الاقتصادي، محتاجه مبادره مستقله؟ هي كل مبادره بيبقى ليها هدف واضح بيخدم على بقيه الاهداف الخاصه بالعمل التنموي. الجزء اللي له علاقه عندك خيرك سابق، دي مبادرة بتشجع على فعل الخير، بتلاقيها متلاحمة مع ستر وعافية، بتلاقيها متلاحمة مع قطار الخير اللي التحالف أطلقه. فكل المبادرات هو هدفها الأساسي إحداث أثر تنموي يحسن من حياة المواطن. اختلاف النشاط، بس هو نشاط ضروري ونشاط ملح، ليه احتياج على الأرض. ف
فالمبادرات كلها بتتفق انها بتلبي احتياج للمواطن المصري في الكرة الاكثر احتياجا. اسم المبادرة مش هو الاساس او مش هو الهدف، الهدف النتائج والاثر المحقق من تنفيذ المبادرة على الارض، وده الهدف الفعلي والقيمة الاسمى اللي التحالف بيحققها على ارض الواقع، ان هو عمل حوكمة للعمل التنموي، ان هو خلى العمل التنموي بقى اكثر شفافية واكثر تأثيرا واكثر تكاملا. النهارده بتلاقي اصطفاف لاكثر من 30 جمعية وكيان تنموي بيشتغلوا مع بعض، بيشتغلوا ايد واحدة، الاثر التنموي بتاعهم بيبقى واضح. النهارده لما كنت بتنزل في قافلة او بتنزل في مبادرة بتخدم مليون، النهارده انت بتتارجت 30 مليون بتكلفه بتزيد عن ال 14 مليار. ده ما يقدرش يعمله غير تكتل وتكاتف زي التحالف الوطني اللي اتعمل اهل التنمو. طيب لو هنتكلم عن ستر وعافيه تحديدا، ستر وعافيه معنيه بايه؟ مهتمه هذه المبادره مهتمه بايه بشكل يعني مهتمه بشكل اساسي؟ بشكل اساسي مهتميه بتلبيه احتياجات الاسر الاكثر احتياجا. ليها تدخلات صحية عن طريق القوافل الطبية، ليها تدخلات خاصة بالدعم والتمكين الاقتصادي من خلال تمويل وتأهيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة في مجال الصناعة ومجال الزراعة. المبادرة بيتخللها عدد من المبادرات، منها مبادرة ازرع لتوعية الفلاحين، والمتزرع مركزة بشكل قوي جدا على تقليل الفاتورة الاستيرادية والتركيز على زراعة القمح. بنلاقي مشروعات متناهية الصغر متمثلة في رؤوس مواشي وأكشاك ومشروعات حرف يدوية لأهالينا، وفي مشروعات صغيرة متمثلة في المشروعات الصغيرة ومتوسطة المنتجة القائمة على الميزة التنافسية لكل محافظة التحالف بيشتغل فيها. يعني ستر وعافية مكونة من عدة مبادرات أخرى كمان تحتها صغيرة، يعني معنية بكذا حاجة، مش فقط بالصحة أو بالتمكين الاقتصادي أو هي شاملة متنوعة بتلبي كافة احتياجات المواطن. طيب احنا عندنا كم جمعيه فن في التحالف تقريبا 30 جمعيه تقريبا. طيب احنا على اي اساس تم اختيار ال 14 كيان اللي بيشاركوا في هذه المبادره؟ لا، هو فكره التحالف قائمه على فكره الكفاءه والمشاركه، فبتم الاختيار وفقا للكفاءه ووفقا القدره على المشاركه. هل التخصص مثلا لهذه الجمعيه مثلا كان ليها باع في العمل؟ ما هو ده الكفاءه والمشاركه. ما هي مفهوم الكفاءه ان هو الجمعيه دي ايه الاثر التنموي الخاص بيها، ايه قدراتها في التنفيذ على الارض، تقدر توصل لكام مستفيد، بتفيد المستفيدين دول تاريخها ايه، الريكورد بتاعها على الارض عامل ازاي. الامر اللي بيضمن انك النهارده عندك منتخب كبير جدا بيلعب فيه افضل اللعيبه التنمويه الموجوده على الارض الواقع. فالنتيجه المنتظره ايه؟ النتيجه المنتظره ان الاثر التنموي يبقى اثر متزايد واثر عظيم وليه رؤيه للمواطن. هو الهدف الاساسي من كل اللي بيحصل ده ايه؟ صحيح، هو تحسين حياه المواطن المصري. فانت النهارده المواطن بدل ما كنت بتوصل له لوحدك، لا، احنا بنوصل له كلنا مع بعض عشان نقدر نوصل له في اسرع وقت ممكن. خاصه في تزايد طبعا الاحداث والازمات العالميه، كل التجارب الدوليه وكل الدول نهضت بتكاتف المجتمع المدني. مفيش دوله في العالم بتقدر تلبي احتياجات مواطنيها لوحدها، كل دول العالم بتقدر تلبي احتياجات مواطنيها من خلال تكاتف المجتمع المدني والتكاتف الشخصي من الشعوب نفسها والاحساس بالمسؤوليه ومسؤوليه القطاع الخاص. ودي فرصه ان انا اوجه ان القطاع الخاص لازم يكون ليه دور ومشاركه ومسؤوليه مجتمعيه قويه لكل الجمعيات المجتمع المدني اللي بتشتغل على الارض وبتعمل اثر قوي واضح لتعظيم الاثر وزياده عدد المستفيدين. احنا النهارده في مصر حلمنا وهدفنا نوصل ل 2030 عدد الفقر يتلاشى. النهارده حلمنا في مصر ان احنا كنا خلاص انطلقنا في 2020 وكان معدل النمو زياده جدا ومعدل نسب الفقر بتقل. كانت الأزمات والكوارث وجائحة كوفيد أو الأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فابتدى الموضوع يحصل فيه إلى حد ما عدم توازن. اللي هيخلينا نقدر نواجه عدم التوازن ده هو التحالف ما بين الكيانات المجتمع المدني، تحالف القطاع الخاص ودعمه للتحالفات المجتمع المدني، تحالفنا إحنا كمواطنين وإحساسنا بالمسؤولية وقت الأزمة. إحنا لينا دور ودور لا يقل أهمية عن دور الدولة وعن دور المجتمع المدني، احنا يبقى في تكاتف داخلي. والنهارده احنا داخلين على شهر كريم، فلازم التكاتف ده يتزايد. صحيح. التحالف النهارده بيجهز لاكبر حمله مواد غذائيه تعتبر في الشرق الاوسط هتتم في مصر، بيستهدف اكتر من 25 مليون كرتونه مواد غذائيه، وده
عدد عظيم. ده بيبقى على مدار الشهر يا فندم؟ بإذن يعني على مدار الشهر، أقصد أن هي بتبقى مثلا مرة واحدة، يعني مثلا قافلة بتنزل قرية معينة بتبقى مرة واحدة، ولا هتبقى على مدار الشهر بتزور القرية أكتر من مرة؟ ده بيبقى وفقا للجدول، ده بيبقى وفقا للجدول الزمني والإطار الزمني لعدد المستفيدين اللي بيتم توزيع عليهم. يعني حسب احتياجات كل قرية. حسب الاحتياجات يا فندم. طيب في برضو نقطة مهمة جدا، يعني حتى القرى اللي بتكون أكثر احتياجا أو القرى المدرجة ضمن يعني قائمة بيبقى فيها برضو جمعيات أهلية صغيرة عندها معلومات عن الناس اللي عايشة هناك، يمكن كمان بشكل كبير يساعد، بالعكس يساعدكم كمان في فكرة قاعدة البيانات. هل بيتم التواصل معهم ولا القافلة بتنزل قرية معينة بعينها وبيتم التعامل منها للمواطنين؟ بتحصل إزاي آلية التعامل نفسها شكلها؟ المجتمع المدني منقسم في جمعيات وفي جمعيات قاعدية. الجمعيات القاعدية هي روح الشارع المصري، هي حلقة الوصل الأساسية، إن هي الأقرب للمواطن. الجمعيات بيتم التعامل مع الجمعيات القاعدية إن هي بتقوم بحصر الحالات واللي بتقدم الحالات الاكثر احتياجا وبيتم التعاون معها على الارض. ما ينفعش جمعيه تنزل على في محافظه وهي مش عارفه النجوع والكره، فلازم يكون في جمعيه قاعديه في النجوع والكره بتوفر لك سبل التعاون مع المواطن وتوفر لك الداتا الحقيقيه لعدد المستفيدين. طب ودي اللي بتتواصل معاكم ولا حضراتكم اللي بتتواصلوا معاهم؟ لا هم اللي بيتواصلوا، متواصل معاهم. طيب عظيم جدا. احنا لما بننزل القريه مثلا وليكن لقينا في اسره في احتياج لكل حاجه، احتياج لكشف، بيتم تقديم الدعم الكامل. كل الدعم، بيتم تقديم، محتاجين بطاطين، محتاجين سكن، محتاجين اي نوع من انواع الدعم، محتاجين تمكين اقتصادي، بيتم تقديم كل اوجه الدعم ما دام الاسره مستحقه. يعني مش الاسره مثلا، لا لا لا، مش نازل اوزع بطاطين فبديها البطانيه وامشي. لا 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 خالص. انت وارد جدا تلاقي اسره محتاجه تتعالج على نفس الدوله. طبعا طبعا. ما هو الهدف مش انك انت مش بتقدم خدمه وتمشي، لا، انت نازل تغير في حياه المواطن ده. انت نازل تخلي المواطن يبقى تدعم احساس المواطنه جواه. فانا مش استحاله انا اروح اسيب له جزء هو محتاجه دلوقتي وفي اجزاء تانية غايبه. كده هو مش هيوصل ابدا لحاله الرضا. لكن انا النهارده لما انزل للمواطن لقيت البيت بتاعه متهالك، عندي تدخلات لبناء سكن كريم. النهارده لقيت المواطن ده محتاج دخل ثابت وعنده القدره انه يشتغل، بشوف ايه المشروع المناسب بيه واقدر اخلق له فرصه عمل يقدر يدخل بيها دخل. احنا عندنا مثلا في صنع خير مراكب رزق، وبضرب النعم بها مراكب الصيادين، تخلق فرصه عمل وبتشتغل على الايكو سيستم كامل، بنوفر له لدرجه احنا ممكن نوفر له عقود مع الفنادق ومع الاماكن ياخد منه يشتري منه، وبنعمل له ثلاجه تحفظ. فانت بتشتغل على سلاسل امداد متكامله وبتدمج الشخص ده عشان يبقى فيه تمكين حقيقي فعليا بيحصل، سواء كان تمكين اجتماعي او تمكين اقتصادي. ما يبقاش منتظر مساعده بعد كده. طبعا. هو ده الهدف الرئيسي. انت مش عايز تدي مسكنات. عايز تنجح وتتقدم، ما ينفعش تدي مسكن. النهارده انا نزلت قريه لو هعمل بنيه تحتيه من غير ما اطور فكر البني ادم اللي بيستخدمها، البنيه التحتيه هتتاكل كمان 5 سنين. لكن لما انزل اشتغل على البنيه التحتيه واشتغل على الانسان نفسه وعلى الفكر وعلى الوعي واشتغل على التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل، هتلاقي ان الدايره والمنظومه كلها اكتملت. فهتلاقي نفس الشخص ده بقى عارف اهميه الطريق اللي تم رصفه، ان هو بيوفر له الوقت والمسافه لما بيروح لمصنعه او لشركته. النهارده بتلاقي نفس الشخص ده لما يروح مصنعه وشركته عارف ان هو لازم يحافظ على يرشد الطاقه ويرشد الكهرباء، ان هي لو مش موجوده انتاجه هيقل. فهي كلها عمليه مرتبطه مع بعض، بتبدو بسيطه كاجزاء صغيره منفصله، لكن لما بتجمعها في صوره كامله لا، الاثر التنموي بتاعها عظيم. طبعا اكيد. طيب انطلاقا من النقطه بقى اللي حضرتك تحدثت عنها وهي فكره الدعم الكامل. الدعم الكامل يعني لطيف جدا ان احنا نقدم خدمات متكامله زي ما حضرتك قلت، تمكين اقتصادي، خدمات صحيه، تاهيل منازل، كل ده لطيف جدا. بس كمان في نقطه مهمه جدا، فكره المتابعه. طبعا. بص، اي اداره في الدنيا هي عباره عن اعداد مشروع ومتابعه المشروع وتقييم المشروع. صحيح. الثلاث خطوات دول لو ما تموش بالتوازي يبقى في خلل هيحصل. النهارده اساس النجاح على الارض اللي بيحصل دلوقتي، واحد، عمليه الحصر وجمع البيانات والداتا انك توصلي للشخص المستحق فعليا. صحيح. اثنين، قياس الاثر. انا النهارده نزلت عملت تدخلات متكامله للشخص ده، ايه النتائج؟ وفرت له علاج، وفرت له بطانيه، وفرت له ستر وعافيه لكل اوجه الحياه اللي هو محتاجها. طب النتائج دي الاثر الخاص بيها
هل ده حسن من حياته؟ هل خلى الشخص ده انتاجيته تزيد؟ هل خلى الشخص ده تفكيره يتغير؟ ده هنا حصل أثر. يتم متابعة الشخص ده لحد ما بيبقى كائن منتج، فبيطلع بره دايرة الفقر والعوز لدايرة الانتاج. بالعكس ده هو بيساعدك، بيتحول لمتطوع في الأنشطة والأكتيفيتي اللي انت بتعملها على الأرض بعد كده. فالدايرة بدون تقييم ومتابعة هتقف. صحيح. فالتقييم والمتابعة دول عنصر أصيل وأساسي في العمل المنظوم. وجانب آخر من العمل التوعية، دي نقطة مهمة جدا. هل عندنا مبادرات بتوعنا بالتوعية؟ في كل المبادرات اللي بتحصل بيتم فيه يعني جانب من المتطوعين بيقوم بالتوعية. إن التوعية جزء أصيل. في الصحة أنت محتاج توعي بأساليب الغذاء السليم. في السكن الكريم انت محتاج توعي. أنا هخفف من عليا الضغط كمان، انا لما وعيب اساليب الغذاء السليمه مش هيتعب. طبعا هخفف عليا الضغط في ان انا المره الجايه لما هنزل له مش بمبادره طبيه مثلا، مش بقافله طبيه. لا دي حقيقه. انت هتلاقي مثلا محافظات نسبه التقزم والانيميا زياده جدا، بتبقى نتيجه مش نتيجه نقص الموارد ولا فقر اكل، لا خالص، هو سوء تغذيه وسوء نظام غذائي. تلاقي في محافظات عندها الافوكادو بياكلوه كده عادي جدا من الغيط يعني ليهم على طول، متوفر، وهو ما عرفش قيمته الغذائيه. هم محتاجين ايه؟ تقعد مع الام من المنبع، تقعد معاها تفهمها، تقول لها انت القدر ده من الحبوب دي مثلا فول او عدس او قيمتها الغذائيه اكس، ده قيمته الغذائيه واي، ده قيمته الغذائيه كذا، ده قيمته الغذائيه كذا. فبيبدا الوعي يبدا من الاسره، فتبدا تتعلم في طفل، التاني بيطلع سليم، التالت خلاص طالع متعافي، واحنا بنتولى بقى ان ده يكمل. ان بتلاقي نسبه تسرب رهيبه جدا من التعليم بسبب التقزم والانيميا، ان الطفل بيبقى قاعد في الفصل مش مركز. فلما بتقضي على ده بينعكس معاك على مؤشر التعليم ومؤشر التسرب، فهي دايره متكامله ببعض يعني. طيب اخيرا يا استاذ حسن، هل ممكن يعني نعرف ايه القوافل اللي جايه بعد قافله المعصره؟ هي الخريطه اللي شغاله بيها ستر وعافيه، متوقع ان الشرقيه ومتوقع الايوبيه ومتوقع مرسى مطروح. الشغل هيتم في القرى الاكثر احتياجا التابعه للمبادره الرئاسيه حياه كريمه، خصوصا هي متوفر فيها الداتابيز او الاسر الحصر الكامل يعني ليها. الحاجه الثانيه والاهم ان احنا محتاجين الفتره الجايه دي بقى نكثف حاله التلاحم والتكاتف الشعبي بالنسبه لينا يعني. صحيح. للمواطن المصري، عشان ان شاء الله نعدي شهر رمضان ده بكل خير يعني. ان شاء الله باذن الله. باذن الله رب العالمين. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جدا لحضرتك. شكرا عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الف شكر ليك. شكرا جدا يا فندم. شاهدينا فاصل سريع نرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. أجمل بداية وأجمل حكاية من مشيئة الرحمن. أنت أكبر من رمسيس، أنت أكبر من ميمنتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الدربي يبدأ مبكرا. هنبدأ معاكم جولتنا الرياضية مع منتخب مصر للشباب اللي تعادل سلبيا مع المنتخب الموزمبيقي في المباراة اللي جمعت المنتخبين على استاد القاهرة في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية للشباب اللي بتستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير ولحد 11 مارس. ومن ناحية تانية أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب الشباب أنه راضي عن أداء اللعيبة قدام موزمبيق، وأن الفراعنة ضيعوا فرص سهلة كتير، وأكد أن الفريق كان محتاج شراسة هجومية علشان يسدد، وكنا محتاجين توفيق في المباراة. قال كمان أن الفريق عمل مباراة طيبة، في المباريات اللي جاية كمان هتكون اللعيبة بشكل أفضل.
أما داريو مونتيرو مدرب منتخب موزمبيق للشباب أكد أن فريقه واجه منتخب قوي ومنظم وفي لعيبة جيدة. وقال مونتيرو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: واجهنا صعوبة في المباراة لكن دفعنا بشكل جيد وحاولنا تكون النتيجة في صالحنا لكن ما نجحناش، وأول حاجة قمنا بيها هو احترام المنتخب المصري أنه فريق قوي ومنظم. بعد انتهاء المباراة حصد أحمد عبد الرحيم إيشو لاعب منتخب الشباب جائزة رجل المباراة شباب منتخب مصر قدام موزمبيق بعد ما قدم أداء مميز في اللقاء الافتتاحي للبطولة. فريق فيوتشر اتعادل مع بيراميدز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم على استاد السلام في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، وسجل هدف بيراميدز محمد حمدي وتعادل محمد غنام لفيوتشر. نروح معاكم لمباريات الدوريات الأوروبية وهنبدأ مع الدوري الإنجليزي، وحقق فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الفوز على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي، وبيحتل فريق مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة، وفريق ليستر سيتي في المركز الـ 14 برصيد 24 نقطة. حقق فريق توتنهام الفوز على وستهام بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت على استاد توتنهام ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبيحتل فريق توتنهام المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، وستهام في المركز 18 برصيد 20 نقطة. في الدوري الألماني حقق فريق بروسيا دورتموند فوز كبير على فريق هيرتا برلين بنتيجة 4-1 في اللقاء اللي جمع الفرقتين ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الألماني. بالنتيجة دي بيحتل بروسيا وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 43 نقطة، وهيرتا برلين في المركز 17 برصيد 17 نقطة. في الدوري الإيطالي فاز فريق يوفنتوس على فريق سبيزيا بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة الدوري الإيطالي، وبكده يوفنتوس في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة، وسبيزيا في المركز 17 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة. في الدوري الفرنسي فاز فريق باريس سان جيرمان على فريق ليل بنتيجة 4-3 ده ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الفرنسي. بالنتيجة دي رفع فريق باريس سان جيرمان رصيده للنقطة 57 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وتجمد رصيد ليل عند النقطة 41 في المركز الخامس. نانت الفرنسي المحترف في صفوفه المهاجم المصري مصطفى محمد خسر من فريق لانس بنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين ضمن منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي، ووقف رصيد نانت عند 28 نقطة في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، ولانس وصل للنقطة 49 في المركز الرابع. ونختم مع الدوري الإسباني ونادي برشلونة اللي بيواصل انتصاراته في المسابقة، وأخيراً الفوز على قادش 2-0 ضمن الجولة الثانية والعشرين. بالنتيجة دي رفع برشلونة رصيده ل 59 نقطة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن ريال مدريد الثاني، وحقق فوزه السابع على التوالي وال 19 في الدوري الموسم ده. جولتنا الرياضية ما خلصتش، لكن الأحداث كتير خاصة مع انطلاق بطولة أمم إفريقيا للشباب مواليد 2003 في مصر، واللي هتستمر لحد يوم 12 مارس. البطولة بيشارك فيها 12 منتخب وبتتلعب على 3 ملاعب، وبتكون مؤهلة لكأس العالم في أندونيسيا الصيف القادم، ويكون أول 4 فرق من البطولة هيوصلوا لكأس العالم مباشرة. امبارح كانت ضربة البداية لمنتخب مصر أمام موزمبيق، وللأسف اتعادل المنتخب، وفي المباراة الثانية فاز منتخب السنغال على نيجيريا. تفاصيل أكتر عن منتخب مصر وفرص الصعود معنا عبر زوم أمير نبيل. صباح الخير. صباح النور أستاذة دينا، أهلا بحضرتك كل السادة المشاهدين. برحب بحضرتك، وطبعا هنتكلم معاك عن فريق اللي حصل امبارح وماتش مصر وموزمبيق، وكمان الافتتاح والفرق والمجموعات والفرق اللي صعدت كمان.
يعني بالتأكيد هو الحدث الأبرز حاليا واللي بيشغل يعني الشارع الرياضي المصري، بطولة زي بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب لما تستضيفها مصر، بالتأكيد كل الأنظار هتتجه إلى الملاعب المصرية وإمكانيات مصر في استضافة الأحداث الرياضية الهامة. ثقة كبيرة طبعا في إمكانيات مصر إنها تستضيف حدث كبير زي بطولة أفريقيا للشباب، زي ما استضفنا كتير من المحافل الدولية على مستوى منتخبات الشباب وعلى مستوى المنتخبات الأولى. بالتأكيد يمكن زي ما حضرتك ذكرتي إن البداية ليست هي الأفضل على مستوى النتائج بالنسبة للمنتخب والتعادل مع منتخب موزمبيق اللي يعني عمليا يصنف هو أضعف فرق المجموعة قياسا بالإمكانيات المنتخبين الآخرين، منتخب السنغال ونيجيريا اللي فاز فيهم المنتخب السنغالي على نظيره النيجيري ايضا بهدف دون رد. كنا نتمنى ان مباراه منتخب مصر ايضا تنتهي بفوز للفراعنه حتى تكون ضربه البدايه قويه وانطلاقه جيده للبطوله، لان المباراتين المقبلتين اكيد لن يكونوا اكثر سهوله من مباراه الامس. يعني ما بنقولش ان المباراه كانت سهله بشكل كبير، صحيح ان منتخب موزمبيق لم يظهر اي انياب هجوميه على المنتخب المصري، ولكن رغم السيطره والاستحواذ ويعني الوصول للمرمى من جانب لاعبي المنتخب المصري، لكن كان يبدو ان في نقص في الحلول الهجوميه لدى المنتخب وبرضه الخبرات، رغم ان كثير من العناصر اللي موجوده في تشكيله المدرب محمود جابر بتشارك مع انديتها وحصلت على فرص. بنتكلم على رأفت خليل، على ماجد هاني، على احمد عبد الرحمن ايشو، على محمد فارس، على عمر الساعي اللي يمكن بنزوله كبديل حرك المهره كده شويه في الشق الهجومي للمنتخب المصري، لكن بقيت النتيجه على حالها بتعادل سلبي. يعني بالتاكيد لم طيب حضرتك هل شايف ان احنا كنا محتاجين زي ما بيقول المدير الفني محمود جابر شراسه هجوميه؟ ايه اللي كان ينقص منتخب مصر ان هو يقدم ده، وخاصه ان هو ضيع العديد من الفرص؟ شايف انه ممكن يتفادى ده خلال مباراته بكره مع نيجيريا او يوم الاربعاء ان شاء الله؟ بالتاكيد يعني هي مباراه نيجيريا لا بديل فيها عن الفوز، يعني الاخطاء او الامور السلبيه اللي ظهرت على مستوى الاداء في مباراه موزمبيق مطلوب انها تختفي تماما في مواجهه منتخب اكثر تنظيما واكثر قوه زي المنتخب النيجيري. شفناه خصم قوي للمنتخب السنغالي في مباراه الامس، فبالتالي يجب ان يكون هناك حلول هجوميه اكثر لدى لاعبي المنتخب، مش مجرد للسيطره على الكره او الاستحواذ او تناقل الكره او حتى لاستخدام المهارات الفرديه. يمكن دي سمه بتغلب على منتخبات الشباب او فرق الشباب في مصر دايما، اللجوء للحلول الفرديه، او يعني كل لاعب بيحاول يقدم افضل ما في استطاعته عشان يعني يصنع الفارق مع المنتخب، ولكن بالتاكيد جماعيه الاداء هي اللي بتغلب دائما، هي اللي يجب ان يكون لها الكلمه العليا في مثل هذه البطولات او مثل هذه المباريات. يعني البعض بيتحدث عن تاثير غياب اللاعب صلاح باشا عن هجوم المنتخب الوطني، بالتاكيد غايب للاصابه، ولكن بالتاكيد كمدير فني لديه الحلول او العناصر البديله اللي هي ممكن تصنع البديل الحلول في هجوم المنتخب، ونتمنى ان نرى الشكل الهجومي افضل من كده من خلال جمل تكتيكيه تنفذ ويعني تحسم الامور امام المرمى، خصوصا كمان ان احنا عندنا لاعبين كتير مميزين من الاهلي ومن الزمالك. شايف مين اكتر اللعيبه الفتره اللي جايه او في الماتشات اللي جايه هتظهر بشكل كبير؟ يعني يمكن زي ما ذكرت لحضرتك هو اللعيبه اللي اختارها الكابتن محمود جابر في القائمه، يعني لديها خبره على الاقل التواجد مع الفريق الاول، يعني احنا بنتكلم على بطوله افريقيا تحت 20 سنه، مش كتير من الانديه بتعتمد على لاعبين شباب، ولكن ربما يمكن الظروف الحاليه في السنوات الاخيره على مستوى اقتصاديات كره القدم بتجبر بعض الانديه على الاستعانه باللاعبين الشباب، وايضا تجارب بعض الانديه زي الاهلي والزمالك في افراز مواهب شابه شجعت كتير من الانديه انها يعني تعتمد على لاعبين شباب. يمكن بنتكلم عن محمد حمدي من اللعيبه ايضا يمكن تشارك كبديل، لكن من اللعيبه اللي ابتدت يعني الجماهير تعرف اسمائهم زي محمد حمدي، زي ماجد هاني، زي ايشو، من اللعيبه المميزه ايضا يعني بلال مظهر عبد الرحمن من العناصر المحترفه واللي كانت يعني مفروض انها برضو تصنع الفارق في هجوم المنتخب الوطني. بالتاكيد كل هذه الاسماء قادره على انها يعني
يعني تقدم شكل افضل في الفتره اللي جايه. مش هنتكلم عن عناصر بعينها، ولكن يعني اكيد كجهاز فني عنده الوقت اللي قدر فيه ان هو يخلق التجانس ما بين العناصر دي، فبالتالي يعني مطلوب ان جمعيه الاداء تكون اكتر من كده في الفتره اللي جايه، ويقدر المنتخب يعوض في مباراتي نيجيريا والسنغال على الترتيب باذن الله ان شاء الله. طيب عايزين نعرف من حضرتك برضو او تعرف مشاهدينا نظام الصعود، كتير قوي مش فاهمين يعني ايه ان احنا في اربع فرق هتتاهل انها تطلع على طول على كاس العالم في اندونيسيا في الصيف القادم باذن الله. يعني بالتاكيد الوصول الى المربع الذهبي او الفرق صاحبة المراكز الاربع الاولى في هذه البطولة هي اللي بتتاهل لبطولة كأس العالم، ده بيدي فرصة كبيرة او معقولة للمنتخبات ومنها منتخبنا باذن الله. لكن بالتاكيد اللي يشغلنا بقدر ما يشغلنا التاهل لكأس العالم، ولكن بطولة على ارضنا فطبيعي ان الرغبة تكون كبيرة في الفوز بلقب البطولة، زي ما يمكن منتخب الشباب او منتخب تحت 23 سنة حقق بطولة امم افريقيا اللي فاز بيها وتأهل طبعا لأولمبياد طوكيو، وكان كده كده متأهل بوصوله للمباراة النهائية، ولكن بالتأكيد ايضا يعني اراد ان هو يحسم البطولة لصالحه. بالتأكيد يعني الوصول او يعني لقاعدة اختيار اربع منتخبات لممثلة في بطولة كأس العالم يمكن هي متفق عليها، او توزيع المقاعد على المنتخبات المشاركة في المونديال بإذن الله. فيعني بالتأكيد عندنا 12 منتخب، لما يكون فرصة لأربع منتخبات انها تشارك في المرحلة النهائية او تشارك في المونديال، دي بتدي فرصة تنافس كبيرة ما بين المنتخبات المشاركة على مستوى المجموعات الثلاثة، وكل منتخب يسعى ان هو يتأهل في للمرحلة التالية، واللي بالتأكيد هيكون اكثر صعوبة من مرحلة المجموعات. طيب عايزه اروح مع حضرتك للكونفدراليه، وكمان الماتش بتاع امبارح اللي بيراميدز وفيوتشر وتعادلوا، وده صعب جدا المجموعه لانه تقريبا المجموعه تعقدت كده بقى كله عنده نقطتين، شايف الفرص الصعود هتكون ازاي؟ يعني هو بالتاكيد لما يبقى في ثنائي مصر في مجموعه واحده بنتمنى او بيبقى دايما بنميل ان الحل الافضل للمباراتين ان كل طرف يفوز في مباراه من اللقائين اللي بيتواجهوا فيهم، افضل من نتيجه التعادل لانها بتمنح كل فريق ثلاث نقاط بدل من نقطه هنا ونقطه هناك، في يعني نقطتين اجمالا. بالتاكيد مجموعه بيراميدز وفيوتشر مش مجموعه سهله، رغم وجود فريق ربما لا يكون معروف للكثيرين او الطرف ربما يكون الاضعف اسكو كارا التوكولي، ولكن فريق الجيش الملكي المغربي لا ينافس فقط على الصعود عن المجموعه ولكن ينافس على التاهل، عفوا المنافس على لقب بطوله الكونفدراليه زي ما حققها مواطنه نهضه بركان قبل كده وفاز بلقب البطوله. بالتاكيد يعني نتيجه يعني مش هنقول سيئه للفريقين، ولكن هي بالتاكيد بتدخل معاهم منافس ثالث وهو الجيش الملكي بوصوله للنقطه الرابعه وفوزه على بالتاكيد اسكو كارا بخماسيه مقابل هدف في المباراه التي اعقبت مباراه بيراميدز وفيوتشر. فعلا بيراميدز وفيوتشر وصلوا لنقطتين لكل منهم، كان في محاولات ايجابيه من هنا وهناك، ربما فيوتشر امتلك افضليه نسبيه على مستوى الفرص الضائعه امام المرمى، رغم ان بيراميدز هو اللي كان مبادر بتسجيل وسجل هدف مبكر عن طريق حمدي فتحي بضربه راس، ولكن اهدر لاعبو فيوتشر العديد من الفرص. ايضا اضاع فخري لاكاير المهاجم الجنوب افريقي في صفوف بيراميدز هدفين محققين، احدهما من انفراد في الشوط الاول كان كفيل بان هو يبعد فارق النتيجه لصالح فريقه، ولكن قدر فيوتشر ان هو مع بدايه الشوط الثاني يعوض ويتعادل بضربه راس ايضا، فبالتالي عادت الامور متوازنه ما بين الفريقين وظلت الفرص الضائعه مستمره. لا يحسب التعادل نتيجه المباراه، وهو التعادل على فكره اللي حصل ما بين الفريقين في نتيجه مباراه الدوري بينهم، تكرر على مستوى بطوله الكونفدراليه. بيراميدز بيستعد لمواجهه امام اسكو كارا التوجولي في الجولتين الثالثه والرابعه، اما فيوتشر فيتحول الى المغرب لمواجهه الجيش الملكي، مواجهه صعبه في الجوله الثالثه ثم يستضيفه هو في الجوله الرابعه. بالتاكيد كل التوفيق للثنائي المصري مش بس التاهل. بالنسبه للاهلي والزمالك كمان افريقيا يعني
بالتأكيد يعني الأهلي والزمالك مش أفضل نتائج في الفترة الأخيرة في الجولة اللي فاتت، يمكن المواجهات المصرية السودانية لم تبتسم لصالح الكرة المصرية بشكل كبير في على مستوى الأهلي والزمالك. الزمالك كان بيخوض الجولة الثانية وكان مطالب فيها بالتعويض بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام شباب بلوزداد، ولكن الأداء ما كانش أفضل حاجة أمام المريخ السوداني، واكتفى بتعادل سلبي في مباراة يعني مش جيدة على المستوى الفني، يمكن أهدر فيها بعض الفرص، ولكن الفريق المريخ أيضا وصل لمرمى الزمالك في عدة محاولات. نتيجة التعادل أفضل من لا شيء بالنسبة للزمالك، ولكن بتضع عليه مزيد من الضغوط في جولتين حاسمتين أمام الترجي التونسي في الجولة الثالثة والرابعة، بتزيد من صعوبة أنا بس الأمور. سريعا محتاجة من حضرتك برضو ملخص سريع عن ماتشات الدوري المصري اللي هو بدأ الأسبوع ده في ماتشات جديدة. يعني بالتأكيد كان امبارح كان في مواجهة ما بين البنك الأهلي وسموحة انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما، يعني نقدر نقول انها مباريات في إطار تحسين المراكز في على مستوى جدول الدوري، خاصة البنك الأهلي يتواجد في منطقة الخطر. بنتكلم عن مباريات الثلاثاء اللي بيتواجد فيها النادي الأهلي، يمكن أمام أسوان اللي يعني الباحث ايضا عن تعديل وضعه في جدول المسابقه، والنادي الاهلي يعني الوضع حد لسلسله النتائج اللي يمكن السلبيه في الفتره الاخيره، مباراتين على مستوى كاس العالم للانديه، ولكن وضع طبيعي لفارق الامكانيات والمستويات، وايضا مباراه دوري الابطال امام الهلال اللي خسرها بهدف دون رد، بيسعى لاستعاده الثقه بانتصار محلي. الاسماعيلي وغزل المحله وضع صعب للاسماعيلي في جدول المسابقه، بيحاول ان هو يخرج من شبح الهبوط. احنا اكيد هنتابع مع حضرتك دايما يعني كأس العالم للأندية وكأس أمم أفريقيا وأيضا كمان الكونفدرالية والدوري المصري. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أمير نبيل الناقد الرياضي، شكرا جزيلا لك. بنتمنى كلنا طبعا الفوز لمنتخب مصر في كأس أمم أفريقيا تحت السن و2000 مواليد 2003 المقامة في مصر، بنتمنى منهم التركيز ويكون عندهم شراسة هجومية علشان كمان يصعدوا لكأس العالم في أندونيسيا الصيف المقبل. هرجع مرة تانية لجمانة ومحمد علشان نكمل معكم فقرة صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. في إقبال كبير قوي من أو على معارض أهلا رمضان المنتشرة في محافظات مصر، وصل عددها دلوقتي 341 معرض، ده غير طبعا المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وأيضا بعض منافذ جمعيتي. هي شاذلي كمان الإقبال ده لو هنقول بيعكس إيه، وبيعكس نقطتين مهمتين جدا، هي إنه السلع متوفرة في كل المعارض وفي نفس الوقت عليها تخفيضات بنسب كتير بتوصل ل 30%. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد أبو مندور رئيس قطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية. صباح الخير حضرتك يا فندم، وفي البداية حابين نعرف منك أماكن هذه المعارض خاصة في المحافظات، يعني لو حضرتك تقول لنا بس خريطة سريعة الناس تبقى عارفة هذه المعارض موجودة فين بشكل شكل خريطة إيه؟ طبعا خير يا فندم، وكل سنه وحضرتك طيبه. طيب. والشعب المصري كله بخير الحمد لله. انا بس هكلم سعادتك على شركه النيل والمجمعات الاستهلاكيه محافظه القاهره ومحافظه الجيزه. تم بالفعل افتتاح معرض اهل رمضان الاساسي في اول في الطلبيه، وجاري فاتح معرض اهل رمضان في ارض المعارض في مدينه نصر. وهناك 313 فرع تابعين لشركه النيل موجود فيهم جزء مخصص لاهل رمضان. تم وصولنا الى 150 فرع داخل القاهره وداخل الجيزه. هذا بالاضافه الى مشروع جمعيتي اللي عدده 512، تم بالفعل امداد 221 فرع منهم على مستوى القاهره الكبرى والجيزه. اهل رمضان نفس السلع المتواجده في اهل رمضان في الطلبيه وفي مدينه نصر وفي مجمعات النيل موجوده في المجمعات التابعه لمشروع جمعيتي. هذا بالاضافه الى هناك 42 سياره متنقله، تم امداد 18 فرع منهم حتى الان بسلع اهل رمضان اللي هي المتوفره: الزيت ب 35، السكر ب 14.5، الرز ب 14.5. هذا بالاضافه الى سبع اخرى موجوده بنفس السعر بنفس التخفيضات ما بين 20 و 30%. واحنا الحمد لله يعني تعليمات معالي رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه اول سنه نعملها السنه دي 3 اشهر. تمام. من واحد واثنين وثلاثة وان شاء الله البضاعة متوفرة حتى نهاية رمضان. طيب ده عظيم جدا. خلينا نسأل عن بعض الحاجات اللي الناس بتنزل بره السوبر ماركت ما تلاقيهاش موجودة او تلاقي اسعارها غالية، بالنسبة للرز، بالنسبة للزيت، بالنسبة للسكر، هل الحاجات دي متوفرة؟ وعايزين نعرف من حضرتك اسعارها ايه؟
معلم الزيت متوفر ب 14.5 في كافه المجمعات وكافه مشروع جمعيتي والمتنقلات. الازازه وهكذا السكر الحر برضه متوفر ب 14.5، والرز عندنا الرز الحر ب 14.5. ده هذا رمضان هذا بخلاف ما يتم بثه يوميا لكافه المواطنين من السلع التموين، السكر ب 10.5 والرز ب 10.5 والزيت ب 25 متوفر في كل الفروع. انا بس عايز اسال اللي موجود في المنافس يا باشا جميع السلع اهل رمضان والحصص التموينيه متوفره في جميع فروع السلع. يعني ازازه الزيت يا فندم معلش لو المواطن نزل دلوقتي للمنافس بتاعت اهل رمضان هيشتري ازازه الزيت ب 14.5؟ لا يا فندم ازازه الزيت ما قلتش ازازه الزيت في التموين ب 25 متوفره لاهل رمضان لاخواتنا اللي معهمش بطاقه تموين ب 35 وبوفره، وهناك ارصده مطمئنه داخل مخازننا داخل القاهره. طب ده الزيت معلش الرز؟ نعم. والرز بقى قياسا على الزيت زي ما حضرتك قلت اللي معهوش بطاقه تموين الرز بقى بكام؟ الرز في التموين الرفيع الحبه ب 10.5 وحصه موجوده، العريض الحبه ب 14.5. ده اللي معاهم بطاقات تموين ده حر. ما انا بقول لحضرتك السلع هم السلع الحره في اهل رمضان، الزيت ب 35، السكر ب 14.5، الرز ب 14.5، وهناك وهناك كميات وفيره في كافه تكفي المجمعات ومشروع جمعيتي والسيارات المتنقله. هذا بالاضافه بقى الى المحافظات، كل محافظه فيها من 3 ل 4 اهل رمضان القطاع الخاص عامله بنفس المستوى. طيب الجوده برضو عشان ناكد على الساده المشاهدين يا فندم، الجوده قد ايه الجوده والكميات برضو عشان نطمن الناس ويبقى معلومات كامله؟ هو هناك اطمئنان شديد دلوقتي من المواطن بالنسبه للجوده داخل المجمعات الثلاثيه، لان احنا عندنا جهات رقابيه من الرقابه من شركه القبضه اساسا قبل ما تخش لازم في قطاعات مقطع الرقابه والجوده. عندنا بالنسبه للحوم والدواجن لازم عندنا في المجازر دكاتره متخصصين للكشف على هذه اللحوم قبل استلامها، الشركه المصريه للحوم عندها دكاتره، واحنا عندنا قطاع الاداره العامه للحوم برضه فيه دكاتره على اعلى مستوى لحمايه المستهلك. عظيم، كل الشكر لحضرتك، وبكل تاكيد احنا هنكون بنتابع بشكل مستمر لمعارض اهلا رمضان عشان نتاكد من توافر السلع ونعرف كمان اسعار هذه السلع في هذه المعارض والمنافذ. شكرا جزيلا ليك الاستاذ محمد ابو مندور رئيس القطاع التجاري بشركه النيل للمجمعات الاستهلاكي. مشاهدينا هنسيب حضراتكم دلوقتي مع موجز لاهم الانباء، موجز التاسعه مع دينا شرف، اتفضلي يا دينا. شكرا لك، جمعنا التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل بالداخل والخارج منذ الإعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة أو لمستثمر استراتيجي. وخلال اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية، أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة والتي تبعتها ردود فعل إيجابية تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية سعيا للحصول على تفاصيل أكثر أو الإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة بها. وقعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بروتوكول تعاون مع نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك في إطار التعاون المتبادل بين الجانبين وحرص التنسيقية على الحفاظ على قوة مصر الناعمة. وتم الاتفاق من خلال البروتوكول على التعاون في حملات التوعية التي تقوم بها النقابة والعمل على توسيع نطاق تأثيرها وفعاليتها وتشجيع الشباب على الانخراط في مجالات الثقافة والفنون المتنوعة والتعاون في دراسة وإعادة النظر في مواد القانون والتشريعات التي قد تعرقل نشر الثقافة والفنون المتنوعة. أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد قتلى الزلزال الذي ضرب تركيا في 6 فبراير ارتفع لأكثر من 41,000 شخص. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيها السلطات التركية انتهاء عمليات البحث عن ناجين من الزلزال باستثناء محافظتين. ويأتي توقف عمليات البحث بعد تضاؤل الآمال في العثور على ناجين أحياء بعد مرور 13 يوما على الزلزال المدمر.
حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الصين من إمداد روسيا بالأسلحة، وشدد بلينكين على هامش مؤتمر ميونخ للأمن على أن أي إمدادات صينية لروسيا من شأنها أن تؤدي إلى مشكلة خطيرة. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن قلق الولايات المتحدة مبني على معلومات تفيد بأن الصين تنظر في تقديم دعم فتاك إلى روسيا. حذر الاتحاد الأوروبي من معاناة أوكرانيا من نقص في الذخيرة، وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن أوكرانيا في وضع حرج من حيث الذخائر، مشيرا إلى أن هذا النقص في الذخائر يجب إيجاد حل له سريعا. وفي الوقت نفسه أكد بوريل أن أوكرانيا عضو في الأسرة الأوروبية، لكن عضوية الاتحاد الأوروبي تحتاج لمراحل وشروط. أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا غير محدد، هو الثاني في أقل من 48 ساعة. ونقلت وكالة أنباء يونهاب الرسمية عن الجيش الكوري الجنوبي قوله إن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ باتجاه البحر الشرقي الذي يسمى أيضا بحر اليابان، ويأتي ذلك غداة تدريبات مشتركة بين جيشي الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وفق ما أعلنت رئاسة الأركان المشتركة في سول. فازت النسخة الألمانية من الفيلم الكلاسيكي المناهض كل شيء هادئ على الجبهة الغربية بعدد من جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون بافتا، وعلى رأسها جائزة أفضل فيلم. وإجمالا فاز الفيلم بسبع جوائز، هي أفضل فيلم وسيناريو وأفضل إخراج وأفضل تصوير سينمائي وأفضل صوت وأفضل موسيقى أصلية. ويستند الفيلم إلى رواية منشورة عام 1928 عن أهوال الحرب العالمية الأولى. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. مصر الغنية بأثارها لسه عندها كتير قوي، وزي ما شفنا عظمة الحضارة المصرية القديمة واليونانية والقبطية في كتير من المواقع الأثرية، لسه هنشوف كمان أكتر من 12 موقع أثري على مسار سياحي جديد وهو في منطقة الدرب الأحمر. المسار ده تم افتتاحه امبارح، وبيوفر تجربة سياحية وثقافية مميزة جدا في منطقة الدرب الأحمر، وبيشمل حوالي 12 مبنى أثري على امتداد 2 كيلومتر. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذ محمد خليل مفتش آثار بوزارة السياحة والآثار. صباح الخير حضرتك يا فندم، منورنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير، أهلا بيك يا فندم. أهلا صباح. طيب لو تكلمنا أكتر عن منطقة الدرب الأحمر قبل ما نتكلم عن هذا المسار بتفاصيله، كلمنا أكتر عن منطقة الدرب الأحمر وإيه يعني، ما تهريش أن في ناس كتير ممكن تكون عارفة أو عندها فكرة عن تاريخ الدرب الأحمر والآثار الموجودة فيه. منطقة الدرب الأحمر واحدة من أهم المناطق الأثرية الموجودة اللي بتوازي في جمالها وفي تأثيرها، وفي يعتبر كمتحف مفتوح زي شارع المعز بالظبط. عندنا آثار كتير جدا متنوعة، عندنا آثار مدنية دينية حربية. الدرب الأحمر تسمى بالاسم ده ناس كتير العامة اللي احنا عارفينه ان عشان مذبحة المماليك، ومحمد علي قتل المماليك في القلعة والدم سال والكلام ده كله، لكن هو طبعا شيء خاطئ جدا، لان بما حاجة بسيطة جدا ان الدرب الأحمر شارع الدرب الأحمر نفسه هو مش على محور باب العزب اللي حصل فيه المذبحة. فالدرب الأحمر تسمى بالاسم ده نتيجة أن المباني اللي كانت موجودة فيه كانت مقطوعة الحجارة بتاعتها من الجبل الأحمر، فالمباني نفسها الحجارة كان باللون الأحمر، فعشان كده تسمى الدرب الأحمر. المنطقة منطقة الدرب الأحمر فيها أكتر من شارع، ومن أشهر شوارعها شارع باب الوزير وشارع سوق السلاح. منطقة فعلا بتعج بالآثار الإسلامية، متحف مفتوح للآثار الإسلامية، زي ما قلنا إن هي فيها أكتر من تنوع في العمارة سواء كانت حربية مدنية عسكرية خيرية مدنية. الشارع اللي احنا هنتكلم عنه إن شاء الله النهاردة وفي المسار بتاعنا هو شارع باب الوزير. المنطقة ديت زي ما قلنا فيها تنوع في الآثار الإسلامية، وزارة الآثار حبت إن هي تروج للمسار ده عشان يكون مشابه لمسار شارع المعز، واللي هو امتداد لشارع المعز في السياحي. طيب
الشارع ده بيحتوي على ايه بالظبط؟ يعني عندنا 12 اثر، وحضرتك قلت ان المنطقه لسه فيها حاجات تانية كتير، مفهوم؟ المنطقه فيها اكتر من 65 اثر الموجود في المسار دلوقتي، وعلى شارع باب الوزير فيها 12 اثر مترممين لسه ترميم حديث، جاهزين للزياره وبنزورهم بقالنا دلوقتي دخلنا في كام شهر مع مؤسسه الاغاني واشراف وزاره السياحه والاثار. الاثار بتاعتنا بتبدا من حديقه الازهر وبنشوف وبنتفرج على السور الشرقي لمدينه القاهره، السور اللي حصل عليه تجديد كتير جدا من ايام جوهر الصقلي في بناء المدينه من 1050 سنه فاتت، وبعدين بعدين بدر الدين الجمالي، وبعدين السور الاخير اللي احنا بنشوفه دلوقتي اللي هو سور الايوب بتاع صلاح الدين الايوب. بنمشي ونجمل الجوله بتاعتنا لواحده من اجمل القباب اللي احنا بنشوفها، اللي هي قبه الترابي الشريفي، شيء من الفخامه والروعه اللي فعلا بتمثل عصر المماليك. واحد من ضمن سلاطيننا امرائنا اللي اهتم بالمنطقه ديت، وعمل قبه مدفن ليه عشان يكون فيها، واتسمى بالشريفي لان الراجل ده ترباي كان من ضمن مماليك السلطان قايتباي، وصل وتدرج في الـ في الـ في الـ عظيم في المناصب لحد ما وصلنا. ده طبعا ده جامع الازرق، وده لسه سبيل مفتوح امبارح، وده مدفن موجود في الجامع الازرق الاقصنكر. اقصنكر ده من ضمن برضو المماليك مماليك السلطان ناصر محمد بن قلاوون، فضل يتدرج في السلطان لحد ما وصل لمكانه كبيره جدا، واتجوز كمان بنت السلطان اللي قدامنا دي الترابيه الشريفي اللي احنا بنشوف في المسار بتاعنا. القبه بتاع الترابيه الشريفي واحده من اجمل القباب زي ما قلنا الدكتور مصطفى. كل اثر ليه حكايه، له حكايه وله قصه. المنطقه كانت قبل ما يتحط عليها الاثار بتاعتنا، ومعظم الاثار كانت من امراء الناصر محمد بن قلاوون اللي بداوا البنى فيها، كانت في الاساس مقابر خارج باب زويله، وبعد كده الناصر محمد بامرائه بداوا ان هم يوسعوا في المدينه ويبنوا المنشآت الخاصه بتاعتهم. طيب المسار يا فندم، برضه عشان نوضح للساده المشاهدين، المسار نقطه البدايه ونقطه النهايه، ومواعيد الزياره بتكون عامله ازاي؟ في تذاكر؟ ولو في تذاكر اسعارها ايه؟ المسار بتاعنا بيبدا من داخل حديقه الازهر، بنشوف بدايته من السور الايوبي، وبعدين ترابيه الشريفي، وبعدين مجموعه خير بيه، وبعد كده بنتفرج على مدرسه ام السلطان شعبان، بنتفرج على الجامع الازرق واحد من اجمل الجوامع الموجوده هناك، بنكمل زيارتنا وبنمشي في مسارنا للجامع التنبغه المرداني، وفي مراحل ترميمه دلوقتي النهائيه، بنكمل لباب زويله والباب الجنوبي لمدينه القاهره باب زويله، واللي اتشان عليه تومان باي وحكايته وقصته. هنا بنتفرج بنشوف الجامع الازرق، وهنا جامع السبيل من ضمن الاسبله الجامع الازرق تاني. بنكمل زيارتنا كمان لزاويه فرج المبرقوق والقصبه، قصبه رضوان، ودي من المنشات التجاريه اللي موجوده في نفس الجوله. طيب ده عظيم جدا. التذاكر بتاعتنا هي موجوده طبعا في مجموعه خير بي، تذكره 120 جنيه اجنبي، 60 جنيه للطالب الاجنبي، 20 جنيه للطالب المصري، 20 جنيه للمصري و10 جنيه للطالب المصري. للطالب في تخفيضات كمان بالنسبه لل طبعا عشان ترويج السياحه للطلبه. طيب هذه المباني زي ما قلنا كل مبنى له قصه وله حكايه، ازاي الزوار وهم ماشيين هيعرفوا قصه هذا المبنى؟ هل هيكون في مرشدين؟ ازاي هنتعامل في النقطه دي؟ الجوله لو بدات من حديقه الازهر، مؤسسه الاغاني هناك موفره مرشدين بتلف بتزور الاماكن دي كلها وبتشرح للناس المرشدين، الناس اللي عايزين يتفرجوا على اثرنا. كمان في كل اثر عندنا في مجموعه من المفتشين الاثار المتخصصين في الاثار الاسلاميه، بيشرح كل للمجموعات اللي داخله، وموجود ومجاني متاح موجود في مسار الزياره. طيب لو حضرتك برضو تقول لنا يا فندم الخدمات المقدمه للزوار في يعني خلال مسار الزياره او على مسار الزياره، في ايه الخدمات الموجوده؟ مؤسسه الاغخان لما دخلت عشان ترمم الاثار ديت وتحطها على مسار زياره، عملت طبعا وطورت في الخدمات الموجوده، من ضمنها وجود حمامات، وجود مقاعد لكبار السن، عندنا كمان رامبات علشان لو في ذوي الاحتياجات الخاصه وذوي الهمم يقدروا يخشوا ويزوروا الاثار دي كمان بسهوله. عملوا كمان العربيه الكهرباء ان هي تاخدها من حديقه الازهر، راكب العربيه بتنزل عند كل اثر بتتفرج عليه وتسمع القصه بتاعته، وترجع تركب العربيه وتزور المزار اللي بعده، ومن هنا بيخف كتير قوي على طبعاً. على كبار السن والناس اللي بتزور المنطقه. صحيح، حضرتك ذكرت مؤسسه الاغا خان، عايزين نعرف عنها اكتر، دورها في عمليه الترميم، دورها في عمليه التسويق والترويج كمان لهذا الاثر. من 13 سنه تقريبا مؤسسه الاغا خان موجوده هنا في مصر بترمم الاثار الاسلاميه، وخاصه هم تهتموا بمنطقه الدرب الاحمر. زي ما قلنا ان هم رمموا اكتر من 13 اثر، ده باشراف من مجلس الاعلى للاثار ووزاره السياحه والاثار. ترميم الاثار ديت بيعيد
تجديدها من تاني، بيعيد فتحها للزياره، بيحطها على مسار الخريطه السياحيه. دلوقتي كمان وزاره السياحه والاثار وهيئه تنشيط السياحه ومعاها مؤسسه الارخان بيعملوا ترويج للسياحه المصريه هنا اللي في مصر، والمسار ده بيعملوه في بورصه برلين للسياحه. عظيم. عشان عايزين يحطوه على خريطه السياحه العالميه، مش بس في مصر لا كمان بره. مؤسسة الخان كمان بتعمل حاجة جميل قوي، ان بتدرب مفتشين الاثار على المسار ده، كمان بتدرب الاهالي على الصناعات والحرف اليدويه نقطة مهمة جدا، وبتحاول ان هي على التعامل مع السياح كمان كمان المؤسسه بتعمل تدريب للاهالي بتاع المنطقه زي ما حضرتك بتعمل مع السياحه، وتنشيط كمان لصناعاتهم اللي بدات انها تندثر. صناعات يدويه كتيره بدات تندثر، فالمؤسسه بتساعد الناس ان هم يفتحوا تاني الورش بتاعتهم عشان خدمه السياحه وخدمه انفسهم. هايل. طيب ده بقى يعني ده يعتقد ده شق من السؤال اللي كنت هساله حضرتك دلوقتي، ازاي فكره تطوير المناطق التاريخيه واحنا عندنا فيها كتير، عندنا منها كتير جدا في القاهره الحقيقه، ازاي هذا التطوير ينعكس على سكان المناطق دي؟ ونتكلم بما ان احنا بنتكلم تحديدا على الدرب الاحمر دلوقتي. بداية التطوير خالص كان بداية نموذج عندنا اتعمل في منطقة الدرب الأصفر في شارع المعز، كان نموذج لتطوير المنطقة فعلا، رفع كفاءة المناطق الأثرية اللي كانت موجودة، كل المحلات اللي كانت موجودة دي كلها ترفعت الكفاءة بتاعتها، كمان الأهالي تم تدريبهم على الصناعات اليدوية، ده كان في منطقة الدرب الأصفر. بعد كده النموذج الصغير ده اتحول نموذج أكبر في شارع المعز، وتحولت معظم الورش والمحلات اللي كانت موجودة بتهد أثارنا لورش ومحلات عشان تخدم السياحة نفسها والأثار. النموذج التاني اللي احنا شغالين عليه دلوقتي اللي هو مسار الدرب الأحمر، بدأ ان فعلا المؤسسة الأخيان بتدرب الأهالي على نفس النماذج ده علشان يقدروا ان هو يفيدهم سياحيا. الإشغالات اللي كانت موجودة، الحاجات العدد اللي كانت موجوده الثقيله اللي كانت بتضر بالاثار، ده كله خرج بره المنطقه، وبدا الناس تبص ان السياحه ان في سايح بقى يجي لحد عندها يطلب المشغولات اليدويه، الحاجات الصناعيه اللي مش موجوده في العالم كله غير عندنا، زي منطقه الخيميه ديت متخصصه في الخيام، حاجه عالميه مش موجوده في العالم كله، ان في منطقه كامله متخصصه في صناعه واحده بس. عندنا في المعز طبعا منطقه النحاسين، منطقه سوق الليمون، كلها مناطق متخصصه في الصناعات بتاعتها. احنا بقى بنركز على كل هذه الصناعات اللي بتناسب الهوية بتاعت المنطقة، وفي حاجات تانية بتستبعد زي ما حضرتك ذكرت، اللي هي مثلا ممكن ناس فتحت ورش لفترة من الفترات في المكان ده، فدي ممكن نوفر لها أماكن تانية برة، لكن بندعم الصناعات، بندعم الحرف اليدوية اللي كانوا أهل المنطقة متخصصين بيها، وفي نفس الوقت كانت تناسب هوية هذه المنطقة. ده اهتمام وزارة الآثار أساسي، إن هو يخرج كل الورش والصناعات المضره بالاثر يخرجها بره المنطقه عشان ما تضرش بالاثر. دلوقتي بنرفع كفاءه، بنعيد السياحه مره ثانيه، والسنه دي ما شاء الله السياحه راجعه بثقل كبير جدا في مصر. وجود مسار جديد زي مسار الدرب الاحمر مع شارع المعز ده جديد، بيضيف لاثارنا الاسلاميه، بيضيف كمان للمسارات السياحيه والشركات السياحه. شركات السياحه لما كانت هنا في مصر كانت قبل الفتره ما كانوش يبصوا لاثارنا الاسلاميه غير بس القلعه. انا هزور الهرم، المتحف، الاثار المصريه اكتر، والقلعه هاخدها على الهامش. لكن دلوقتي بقى شارع المعز عندنا بينافس كمان، بقى يوم كامل في شارع المعز، ومعها كمان ممكن ياخد درب الاحمر، بينافس القلعه مع الدرب الاحمر كمان، فعندنا اكتر من مسار بيتفتح، وده كله خدمه للسياحه المصريه. طيب استاذ محمد، احنا كلامنا لسه مستمر مع حضرتك، لكن زي ما حاولنا نقرب الصوره لحضراتكم من خلال كل التفاصيل دي، بس دلوقتي هنروح بقى فعلا ونشوف الدرب الاحمر مع حضراتكم، ونتعرف من مراسلتنا جرمين ابراهيم على المواقع الاثريه اللي تم تطويرها والتجربه السياحيه والاثريه اللي بتقدمها للزائرين. صباح الخير عليك يا جرمين، والكلمه والصوره معك. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الخير على شاذلي، وعلى صباح الخير كمان على ضيفكم. احنا متواجدين زي ما قلتي في منطقة الدرب الأحمر، وهي واحدة من المناطق التاريخية واللي تم تنفيذ فيها مشروع المسار السياحي عشان يعيد اكتشاف المعالم الأثرية اللي موجودة في منطقة الدرب الأحمر. وعشان نعرف تفاصيل أكتر عن المعالم الأثرية وكمان عن مشروع المسار السياحي، بيسعدنا أن يكون معانا الأستاذ شريف عريان، المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية. صباح الخير يا فندم، برحب بيك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك ونعرف المشاهدين، ايه هو مشروع المسار السياحي اللي تم تنفيذه هنا في الدرب الأحمر؟ حضرتك المسار السياحي هو عبارة عن فكرة بدأت من حوالي يمكن سنتين، كان عندنا دعم من الاتحاد الأوروبي مع مؤسسة الأغاخان في سويسرا. احنا بدينا الترميم في هذه المنطقة
من حوالي 20 سنة. ابتدينا نرمم في عدة مساجد، وبعد كده اكتشفنا إن هذه المساجد روعة يعني، وإن هذه المنطقة تمثل يعني إحنا بالنسبة لنا متحف مفتوح ممكن يضاف إلى قائمة المنتجات السياحية الجديدة لمصر. مصر حاليا بتنوع في المنتج السياحي جدا، متاحف جديدة، متحف كبير، متحف الحضارة، متحف الفن الإسلامي، فده ما يقلش عنهم روعة. هذا المتحف المفتوح الذي يضم مثلا يعني عدة من المساجد الأثرية القديمة أجدادهم عمر 500-600 سنة. فالفكرة جت أن احنا نوصل النقط ببعض، هذه المساجد تتوصل ببعض ويتخلق مسار سياحي جديد يعامل كمنتج سياحي جديد يتم تسويقه خارجيا وداخليا لزيادة التدفق السياحي في مصر. احنا تولينا عملية التسويق لهذا المنتج، ووزارة الآثار تعاونت معنا تعاون يعني ممتاز، واقتنعوا بالفكرة ووافقونا على الفكرة، وابتدت وزارة الآثار تعمل التذاكر وابتدت يعمل منافس تذاكر لشراء تذكرة لزيارة هذا المسار. وابتدينا فعلا دلوقتي في فكرة ازاي ننشر الوعي الخارجي والداخلي لزيادة الزائرين لهذه المنطقة. احنا دلوقتي موجودين في المسجد الأزرق، وهو واحد من المعالم الأثرية اللي موجودة في المسار السياحي. مهم نعرف كمان المشاهدين ايه هي المعالم الموجودة او ابرز المعالم الموجودة في المسار ده. بصي حضرتك، هذه المنطقة غنية جدا بالآثار المملوكية والعثمانية وطبعا الفاطمية. احنا بنبتدي المسار بتاعنا من باب الوزير، بعد باب الوزير بنطلع على خير بي، مجمع خير بي، وبنعدي على الجامع الأزرق، بنعدي على مدرسة أم سلطان شعبان، بنعدي على بيت الرزاز، بنروح لحد الخيامية، والسائح بينزل في الخيامية طبعا بيلاقي حاجة جميلة جدا. طبعا منطقة الخيامية لسه عايزة تتوضب، يعني هو سوق في منتهى الجمال بس محتاج شوية توضيب. يعني احنا كأغا خان بنعرض برضو وهنتكلم مع المسؤولين في محافظة القاهرة أو في وزارة الآثار إن المنطقة دي كنهاية المطاف بتاع السور عايزة شوية توضيب، فيها محلات حلوة، السايح مع التور ده بيحتاج يعمل شوية شوبينج أو شوية تسويق للمنتجات الحرفية. احنا عندنا برضو برنامج دعم كامل للحرف اليدوية التراثية المصرية، وبنتمنى إن احنا ندعم هذه المنطقة بمحلات وورش السايح يقدر يتفرج فيها على هذه الحرف التراثية اللي قبل الاندثار. يعني احنا بقالنا حوالي يمكن 10 سنين عندنا البرنامج ده لدعم الحرف، ونأمل دمج برنامج الحرف مع المسار بحيث ان السائح يبقى عنده تجربة جميلة وهو بيلف. يعني جزء من المسار هو اكيد التعامل مع المواطنين او ساكني منطقة الضرب الاحمر، ويمكن انتوا اهتميتوا بده عن طريق تقديم برنامج تدريبي للساكنين اللي موجودين في الضرب الاحمر. عايزين نعرف التفاصيل وازاي اتعامل كمان اهالي الضرب الاحمر مع البرنامج ومع مشروع المسار. بصي حضرتك، اهالي الضرب الاحمر يعني عندهم استعداد كامل انهم يطوروا من نفسهم. احنا عملنا برامج تدريب كبيره جدا ازاي يتعاملوا مع السائح، مش برامج تدريب بس للمواطنين، للحرف، للحرف اليدويه، لاصحاب المحلات، للتكاتك. يعني احنا وصلنا ان احنا لمينا كل التكاتك في المنطقه وعملنا لهم برنامج تدريب ما تضايقوش السائح، ايه اللي تعملوه ايه اللي ما تعملوهوش. جهزنا المنطقه بيوفط، حضرتك لو شفتي كل اثر من دول هتلاقي عليه يافطه عليها باركود، السائح مجرد انه يفتح الكاميرا بتاعته ويحط الكاميرا على الباركود هيطلع له تاريخ الاثر من بدايته لحد ما اترمم ودخل في المسار. فالمنطقه اصبحت دلوقتي مجهزه تبقى متحف مفتوح لا يقل اهميه عن اي متحف في مصر، فعايزين يعني نهتم بيها، وان شاء الله انا شايف مستقبل كويس جدا ليها. ازاي ممكن نروج للمسار السياحي بحيث ان هو يكون على قائمه زيارات اي سائح يعني هينزل مصر؟ بصي حضرتك، احنا عندنا برنامج ترويجي احنا هنبتدي فيه كأغا خان مصر، ان احنا هنروج لهذا المسار في معارض دوليه كتيره تحت اشراف برضو وزاره الاثار والسياحه. ان احنا هنخش في معرض مثلا زي معرض برلين القادم ده، عندنا بوث لهذا المسار، المعرض اللي بعده هيبقى في لندن، واحنا عاملين بروشورات، عاملين ويب سايت جميل جدا اسمه الضرب الاحمر .com، اللي عايز يخش يتفرج على المسار لايف يخش يتفرج على المسار ويشوف كل التفاصيل بتاعته. انا
بشكرك جدا على كل التفاصيل والمجهود واكيد على وجودك معنا. شكرا. يعني جمانة وشاذلي ده كان لقائنا مع المهندس شريف عريان وهو المدير التنفيذي لأغاخان مصر للخدمات الثقافية. قدرنا نعرف تفاصيل عن مشروع المسار السياحي واللي بنضمن من خلاله لكل الزائرين ان هو هيكون تجربة فريدة مليانة بالآثار يعني الأماكن الأثرية والتراثية لازم يزوروها ولازم يكونوا موجودين في زيارة الدرب الأحمر ومشروع المسار السياحي. برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا لك يا جيرمين وطبعا شكرا لضيفك الكريم على كل هذه التفاصيل. ونفس النقطة اللي كنا بنتكلم فيها أستاذ محمد من شوية، تأهيل الأهالي عشان يتعاملوا مع الأجانب، دي نقطة مهمة جدا. في سؤال برضو كنت عايز أسأله لحضرتك، احنا كنا بنعدي دايما من المنطقة دي ويعني أنا آسف كنا بنشوف كمامة دايما جنب الأماكن الأثرية والتاريخية اللي ما ينفعش تكون بهذا الشكل. امتى فكرنا وحطينا عينينا على هذه المنطقة؟ المنطقة دي في الأساس هي منطقة جبانات، منطقة مدافن من قدم العصور من عصر الدولة الفاطمية، كان خارج باب زويلة اهتم بيها المماليك بعد كده وبدأوا ان هم يزيلوا المدافن دي ويعملوا منشآت خاصة بيهم. وكان تنبغى المرداني كان اول حد يعمل جامع ضخم ليه، وهو طبعا كان جزء بنت ناصر محمد بن علوان، وعشان كده بقول المنطقة دي هي معظم الأمراء اللي كانوا موجودين فيها كانوا تابعين لناصر محمد بن علوان. أكسنكر كان نفس الشكل برضه، كان جزء بنت ناصر محمد بن علوان. عندنا خير بي من القادة اللي كان بسبب كان صعب جدا في غزو العثمانيين لمصر وطبعا خيانة السلطان بتاعه قنصال غوري. مجموعة من السلاطين والأمر اللي اهتموا ان هم ينشوا منشآتهم جه بجوار القلعة. القلعة هي مقر الحكم، وعشان كده المنطقة دي مكتظة معظمها بالأمراء واللي عايزين يكونوا قريبين من مقر الحكم بتاعنا اللي هو موجود في القلعة على طول عصرها من عصر الأيوب لعصر الخديوي عثمان. طيب يعني في نفس السياق كمان فكرة تدريب سائقي التوك توك وتدريب حتى يمكن الناس اللي عندها الموجودة في هذه المنطقة للتعامل مع السائحين. حضرتك قلت كان في تجربة قبلها في المعز مظبوط؟ طيب ايه الفرق لما لقيتوا ان ده حصل فعلا في شارع المعز؟ ايه ردود الافعال او ايه ثمرت هذه التدريبات او التدريبات دي؟ ايه كان ايه اللي حصل؟ كنك تعمل للمواطن اللي عايش في المنطقه وعي اثري باهتمام باهميه الاثر اللي قدامه، والاثر اللي قدامه ده مش عيب عليه، بالعكس ده هو هيجيب له دخل وهيزود دخله كمان. يعني مثلا بتاع التوك توك ده هينقل الناس من اول الشارع لاخر الشارع، صعب جدا تكون مثلا تاكسي او عربيه خاصه هيعرف ان ينتقل بيها داخل الشارع ده، ومع ذلك لا انا هستخدم التوك توك ده اسهل. فالتوك توك ده لما يكون السائق بتاعه عارف معنى الاثر ده، عارف قيمته، هيقدر يتعامل مع السياح ازاي، فهيجيب له دخل اكتر. ودي كانت اللي بيبص لها الاغخان، واحنا بنبص لها على اساس ان برضو حافظ على المنطقه، اهتم بالسائح اللي يجي، انت الواجهه بتاعتنا وبتاعت السائح اللي جاي. السائح لو اتقابل وتعامل معامله مش لائقه مش راجع تاني اصلا. ولقيت الناس يا فندم هي مستعده حتى ان هي تتلقى التدريبات دي عشان تتعامل صح؟ طبعا في تجاوب لان ده بيدور عليه. هي دي النقطه المهمه اللي احنا كنا يعني بنتكلم فيها حتى انا وشاذلي كنا بنتناقش فيها، انه اكيد الناس كمان قاطني المناطق الاثريه دي طبعا عايزين ان هم السياح يجوا، عايزين المنطقه بتاعتهم يتم تطويرها بالشكل اللائق. زي ما احنا شفنا شارع المعز، شفنا يا شاذلي ناس كتير جدا طول الوقت بتكتب احنا في شارع المعز، حتى مش بس سائحين مصريين، ناس بقت تروح شارع المعز وعارفه تتعامل. كنا بجد كنا بنتضايق لما بنروح، فكره التعامل فعلا كانت بالنسبه لنا كانت صعبه. عندنا في اداره الوعي الاثري في الوزاره بتعمل توعيه لاهالي المناطق، حافظوا على الاثر اللي قدامكم، القاء القمامه وزي ما هم كانوا متاذيين من القاء القمامه طبعًا. اكيد دلوقتي فرحانين. صحيح. احنا دلوقتي فرحين لان في سائح جاي، السائح اللي جاي ده جاي يصرف. صحيح. جاي هيخلي وجهه بلدنا احسن، فاحنا لازم طبعا نحافظ على المنطقه اللي احنا موجودين طيب فيها. طيب انتوا في الوزاره عينيكم راحت للمكان ده امتى؟ ان احنا نبتدي نشتغل في المكان ده ونطور فيه. المكان ده طبعا هو من فتره، من بعد انتهاء مشروع شارع المعز وظهور النور، بعد كده في استكمال لمنطقه الوريه. منطقه الوريه خلاص احنا خارجين على بره، منطقه مؤسسه الاغخان طبعا وهما بيطوروا وبينشئوا حديقه الازهر 2001 بيبداوا ان يبصوا في اقرب مسار. في عندنا سور ايوب بدا يظهر، في عندنا مسار قريب جدا لينا اللي هو مسار الدرب الاحمر، فيبدا يبص على المنطقه ديت، يقدموا مشاريع تطوير للمنطقه، تطوير وترميم للاثار. وزاره الاثار طبعا متعاونه مع كل الجهات الخارجيه وان هي تساعد وترمم في اثارنا. اهلا وسهلا بيكم، بيرمموا الاثار ديت فعلا وبنبدا ترويج بقى لسياحه المنطقه ديت على الخريطه السياحيه. طب ايه الاماكن تاني المرشحه انها يتم تطويرها زي بعد المعز والدرب الاحمر؟
المسارات كتير زي ما الاستاذ شريف كان بيتكلم فيها، بيتكلم عن منطقه الخيميه، عندنا منطقه كبيره جدا وهو الامتداد لشارع المعز لشارع الاعظم، عندنا الخيميه والسراجيه ولحد ما نوصل للقلعه، منطقه ضخمه جدا فيها اثار اسلاميه زي ما عارفين ان القاهره مليانه اثار اسلاميه صحيح. وده الشارع الاعظم بتاعنا، فمؤسسه الاخان في الفتره اللي جايه ديت احتمال كبير جدا داخلين على تطوير ان شاء الله قصبه رضوان لكن مع الخياميه والسراجيه. لكن احنا بالنسبه للضرب الاحمر لسه فاضل لنا شويه حاجات كده ترميمات بسيطه يعني. بعض الاثار زي التنبوغه المرداني خلصت المرحله الاولانيه بتاعته، المرحله الثانيه خلاص بتفنش تقريبا، وهيطلع لنا اثر من اجمل الاثار اللي موجوده في عمارتنا الاسلاميه اللي هو التنبوغه المرداني. في اجمل منبر كان موجود في العماره الاسلاميه بيرجع تاني لرونقه بعد ترميمه طبعا على ايدين اطباء الحضاره مرمم المجلس الاعلى للاثار. الجامع نفسه آية في الجمال، كل جزء فيه له حكايه وقصه، حتى الميضه اللي في النص هي منقوله من جامع السلطان حسن اللي موجود تحت القلعه. نقلتها لجنه حفظ الاثار العربيه لما لقت ان مفيش ميضه موجوده في الجامع، فلقت فيه ميضتين، اثنين ميضه موجودين في صحن السلطان حسن، فك التركيب واحده منها ورفين. كل حته في اثارنا الاسلاميه ورا كل جدار في حكايه اصلا. طبعا احنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ محمد خليل مفتش اثار بوزاره السياحه والاثار، نشكر حضرتك يا فندم كل الشكر على كل هذه الايضاحات، والحقيقه مجهود كبير جدا، واحنا عندنا زي ما حضرتك قلت اماكن كتير جدا 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 في القاهره، مش بس في القاهره التاريخيه، احنا مصر يعني الحقيقه مليانه بالخير ومليانه بقصص وبحكايات وتاريخ غني جدا جدا جدا، احنا بس محتاجين ان احنا نقدر نبروز الجمال ده، نقدر نعدل شويه من سلوكياتنا احنا، واعتقد زي ما سمعنا دلوقتي بالفعل السياحه بدات تعود بقوه مره ثانيه. دلوقتي يا شاذلي شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا. دلوقتي مش هنروح لفاصل سريع ونرجع بعد نكمل باقي فقرات. نرحب بحضراتكم مرة تانية. امبارح تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية دوائر الحكي دوي، ده ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف. هذه المرحلة يا جمانة بتعمل في 6 محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية واسكندرية ودمياط والشرقية، وهدف هذه المبادرة هو تشجيع الفتيات على أنهم يعبروا عن آرائهم، يشاركوا القصص والخبرات اللي مروا بيها في حياتهم. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من الأستاذة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بالمجلس القومي للمرأة. صباح الخير عليك يا فندم. صباح الخير على حضرتك. يا أهلا بيك. في البداية عايزين يعني نشرح للناس أكتر عن هذه المبادرة، الهدف من إطلاق هذه المبادرة مبادرة الدولة. هي مبادرة الدولة هي مبادرة وطنية تحت رعاية إدارة الدولة، بتشتغل على فكرة تمكين الفتيات، كل جوانب الخاصة لتمكين الفتيات، صحتهم، تعلمهم، قدرتهم على التعبير، قدرتهم على التشارك في قضايا المجتمع الخارجي، من خلال ناخد فتيات في رحلة لمدتها 3 أيام، بنعمل معاهم دوائر حكي علشان يعني نخرج كل المكنونات اللي جواهم، ازاي يعرفوا يعبروا عن قضاياهم الخاصة وقضايا المجتمع بتاعهم من خلال مجموعة من الميسرات دول احنا بندربهم على فكرة ازاي يقروا ما يعني يقروا اللي جوه البنات، ازاي يخرجوا جوه البنات، ازاي يشجعوهم على الكلام وعلى الحوار، مش بس الحوار هي بداية الرحلة، ولكن ايضا بنحاول نشارك المجتمع داخل الأسرة والمجتمع الخارجي، يقعدوا مع البنات في حاجة بنسميها حوار أجيال، خاصة الأمهات. إحنا المبادرة دي بتستعين أو بتستهدف الفتيات اللي هم من سن 10 ل 18 سنة والسن ده بيتمتع برهافة حس شديدة، في تقلبات وتطورات بشخصية البنت، فربما تكون في بعض الأوقات ما تكونش الأم مدركة تماما كل هذه التغيرات، وبالتالي بيبقى عندنا فرصة أنه في دوائر الحكي بنضم ليها في مرحلة من المراحل الأمهات، وبعض الأحيان بيبقى الإخوة الذكور والآباء، وندير الحوار معاهم على
ازاي تقدروا تفهموا بناتكم، ازاي تقدروا تتعاملوا مع قضايا بناتكم، ازاي تشجعوهم ان هم يبقوا عندهم قدره لفهم النفس وثقه في النفس ويقدروا يفهموا المجتمع كمان اللي حواليهم. طيب استاذه ايديس، يعني عايزه اعرف برضو من حضرتك، هذه المبادره في القاهره فقط ولا في محافظات اخرى؟ بصي، هي بدايه من المبادره دي بتنطلق في جميع محافظات الجمهوريه على مراحل. يعني المرحله الاولانيه احنا اشتغلنا في كل قرى الصعيد، والمرحله دي بنشتغل في 6 محافظات فقط، في هي وجه بحري. بس خليني اقول لك حاجه مهمه جدا، انه احنا مش بس بنشتغل في كل المحافظات، لكن تركيزا على محافظات اللي بتشملها المبادره القوميه حياة كريمة ومشروع القومي لتنمية الأسرة. هدفنا زي كل البرامج اللي احنا بنشتغل عليها بالتوازي مع المبادرات القومية اللي بتطلقها الدولة، ان احنا بنستهدف المواطن المصري علشان يكون على قدر كافي من الوعي ومن إدراك للحفاظ على يعني كل الدولة بتعمله، بنحافظ على البرامج التنموية، المشروعات القومية اللي بتستهدف البنية التحتية وغيره، إزاي يبقى عارف يشارك في النمو وتنمية المجتمع بتاعه، وتركيزا على النساء والفتيات. ودي هدف كبير بيقوم به المجلس القومي للمرأة لمساعدة الدولة في المشروعات القومية الكبرى. ده عظيم جدا. حضرتك قلت ان احنا بنستهدف سن معين، في تغيرات كتيرة جدا بالنسبة للفتيات، ودي حاجة مهمة جدا، بس كنت عايز أركز على حاجة. وإحنا في المرحلة دلوقتي إحنا موجودين في 6 محافظات، هل مشاكل الفتيات في 6 محافظات واحدة؟ لا طبعا، هي كل خصوصية كل محافظة بتفرض عليها موضوعات بعينها. إحنا في المنهجية بتاعة دوي إحنا بنخاطب كل القضايا اللي بتهم الفتيات، ولكن خليني أقول لحضرتك إنه المجتمعات بتختلف، وبالتالي فالبنات اللي في وجه بحري غير البنات اللي في منطقة القناة مثلا، غير البنات اللي في مناطق الحدود، كل واحدة منهم عندها يعني مش عايزة أقول مشكلات قد ما أقول عندها خصائص خاصة أو ثقافية في المجتمع بتاعها، بالتالي إحنا بنخاطب من وجهة النظر المجتمع، حتى إنه المؤثرات اللي إحنا بنشتغل معهم أو بندربهم علشان يديروا الحوار داخل الدوائر بيكونوا من نفس المحافظة، لأنهم أكثر يعني تعبيرا قدرة على التعبير عن مشاكل أو قضايا وخصائص الثقافية في المجتمع بتاعهم أثناء الحوار مع الفتيات. أستاذة إيديس، التفاعل وردود الأفعال من الفتيات، حضرتك قلتي بتستهدفوا تقريبا من سن 10 سنين ل 18 سنة، مظبوط؟ مظبوط كده. طيب ردود الأفعال والمشاركات شكلها إيه؟ خليني أقول لك على حاجة مهمة، لما بننزل نتكلم مع الفتيات المرحلة السنية، وأنا هخص هنا بالذكر المرحلة اللي هي من 10 ل 15، المرحلة دي تقريبا ما فيش برامج يعني مخصصة للتوجه لهؤلاء الفتيات. بالتالي هم بيشعروا يعني بسعادة كبيرة إنه في حد بيهتم بيهم، في حد بيروح لهم لغاية عندهم. عادة إحنا بنتواصل مع الفتيات اللي هم في المدارس، يعني معانا شركاء في هذه المبادرة الكبيرة، المجلس القومي للأمومة والطفولة ووزارة التربية والتعليم اللي فتحت لنا كل المدارس علشان نقدر يعني نمارس فيها جلسات أو نطلق فيها الجلسات الحوارية مع الفتيات. خليني أقول لك كمان إنه عندنا قضايا مهمة بنحاول نشارك فيها الفتيات، اللي هي قضايا الأمان الإلكتروني، دي واحدة من القضايا الحديثة اللي بدأنا نتحدث فيها، وبدأوا البنات هم نفسهم داخل الدوائر يتكلموا على المضار اللي بتعرضوا ليها أثناء استخدامهم للسوشيال ميديا ومواقع السوشيال ميديا، إزاي بيتعرضوا لتنمر في بعض الأحيان، ابتزاز في أحيان كتير. ودي كانت واحدة من القضايا المهمة اللي احنا بدأنا نشتغل عليها أو ضمناها للموضوعات اللي بنشتغل عليها في دوائر الحكي. جميل جدا احنا نكون بنوعي الفتيات بكل هذه الامور. هل احنا لما بننزل محافظه مثلا بننزل المراكز فقط، بننزل القرى والتوابع، وازاي بنعرف الناس ان احنا موجودين؟ لا، احنا بننزل القرى، يعني احنا هدفنا الاساسي انه نشتغل في القرى اللي فيها مبادره حياه كريمه. ابعد قرى في ابعد مناطق هي اللي بنقدر نوصل لها بالتوازي مع المشاريع القوميه الكبرى اللي بتنفذ لتنميه المجتمع والريف المصري.
بيعرفوا من فين؟ لا احنا بنروح لهم لغايه عندهم، زي ما قلت حضرتك احنا بنتشارك مع وزاره التربيه والتعليم ومع وزاره الشباب، ويعني كل الاماكن اللي تقدر تتجمع فيها الفتيات بتلاقينا موجودين هناك. احنا بنشتغل بالتوازي في عدد من المدارس في نفس الوقت، في عدد من مراكز الشباب في نفس الوقت، وبيقولوا البعض المجتمعات المحليه مجتمعات لحد ما يعني بيعرفوا بعض كلهم، فبنكون في مدرسه بتلاقي مدرسه اللي بعدها بيكلمونا، طب انتوا ما جيتوش عندنا ليه؟ او مركز الشباب بنات يجوا يقولوا انتوا ما جيتوش عندنا ليه؟ فبيدينا عبء كبير طبعا تحت اشراف ورعايه خاصه للسيده الدكتور السيسي، بيبقى عندنا يعني عبء كبير ان احنا نقدر نوصل لاكثر عدد من الفتيات، وفي نفس الوقت نقدر نوصل لأبعد القرى اللي هم ما بيكونش عندهم خدمات مجتمعية كبيرة، ما فيش خدمات نفسية بتقدم للفتيات أو خدمات اجتماعية. بالتالي احنا بنحاول نوفر ده في فترة، وبنكمل بعد كده المدرسة بعدنا، يعني احنا بنخلص الدوائر الحكي بيبقى هدفنا ان احنا ندرب اخصائيات الاجتماعيات والمدرسات في المدرسة. صحيح، لا يتعاملوا مع الفتيات بعد كده، هم بيكملوا بعدنا. شكرا جزيلا فندم الاستاذ عزيز محمود، مدير عام الاداره العامه لتخطيط البرامج في المجلس القومي للمراه. نرجع مره تانية لسؤال الحلقه النهارده ومشاركات حضراتكم. سؤال الحلقه النهارده كان: اخر مره قلت لمراتك بحبك كانت امتى؟ في استاذه هاله بركات بتقول: صباح الخير، صباح الفل وياسمين على احلى برنامج. انا كل يوم جوزي بيقول لي بحبك، ولو ما اتقالتش يبقى في مشكله. طيب، راجل متعود ان هو يقول. جميل. نبيل عبد الخالق بيقول: صباح الفل عليكم، بحبكم جدا. عن نفسي انا كل يوم لازم اقول لها بحبك، رغم اننا متجوزين من اكتر من ربع قرن، بس يوميا لازم اقول بحبك قبل ما انام ولما اقوم من النوم، حتى لو احنا زعلانين، بس اجمل حاجه في الدنيا هي الحب. في امنة محمد بتقول: صباح الفل وياسمين عليكم جميعا، انا جوزي بيقول لي انا بحبك لما بيكون عيان بس. هو ده الحب. يلا كفايه حب الناس ليه؟ عشان يتاكد فعلا من صدق مشاعرك ناحيته، شوفي هتقفي معاه ولا لا. والله ربنا والله دايما بيقولها لي، ربنا يديمها عليا نعمه دي، حساب باسم همسه عتاب. في نبيل عبد الخالق: صباح الفل، انا عن نفسي لازم كل يوم اقولها برغم ان احنا متجوزين من اكتر من ربع قرن. انت قلت التعليق ده صح؟ اوكي. في محمود سيد المنزلاوي برضو بيقول: صباح الخير عليكم وعلى مصر كلها، انا عايز اقول ان فعلا الكلمه الحلوه ممكن تفرحها وتسعدها المراه عموما. اسمها بقى اسمعوا دي: مراه عموما قلبها في ودنها. يا سلام، نفس اللي انا قلته في البدايه، ان احنا نركز قوي في الاقوال. لا ده مش اللي انا قلته في البدايه. تتلخبط. شفت تتلخبط، يبقى نعمل اقوال وقفات عادي. حاضر. رأفت كمال بيقول: صباح الفل والياسمين عليكم، كلمه الحب للزوجه مش مجرد كلمه تتقال، انما هي افعال واحاسيس. مفيش مانع من الكلام الجميل حتى لو كان غير مطابق للواقع. وبالنسبه لي اهو انا بقول لزوجتي نوال بحبك اهو، وبشاهد كل العالم من خلال برنامج صباح الخير يا مصر، صباحك زي الفل. لا برضو مش سهل استاذ رأفت، بيبعت رسائل كده صباحيه العالم كله يشوفها ويبقى عمل اللي عليه. سلام. طيب، في جيهان محمد عبد العزيز الشريف بتقول: صباح الخير، الحب الحقيقي اقوال وافعال تلقائيه بدون تفكير الاثنين، خلاص. لكن بعض الرجال بيحبوا الواحده حب صامت ومن طرف واحد سنين طويله، ولما هي بتعرف بالصدفه وتبادرهم الحب يبقى عايزينها هي اللي تعبر بس عن حبها. عشان احنا خلاص عبرنا طول الفتره اللي فاتت، وانا هعبر طول واللي جاي كمان. انت عبرت ايه ده؟ انت بتحبها في صمت. ما هو مش مشكله، خلصت طاقه الحب اللي عندي. حنين علي بتقول: صباح الفل عليكم، انا نفسي زوجي بيقول لي بحبك كل يوم. ما شاء الله. في جنت الرحمن جوجو بتقول: صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا محمد، انا اللي بقول على طول بس هو بيعبر لي عنها بالافعال، وبيقول مش لازم اقول بحبك عشان ده احساس. انا بس عايز اقول حاجه، انه مش لازم الطريقتين بالمناسبه، كل واحد عنده طريقته، ولازم الطرفين يتفهموا حاجه زي دي. انا اتفهم ان مراتي ليها اسلوبها في التعبير، وهي تتفهم برضه ان ليها طريقتي واسلوبي في التعبير، ايه المشكله؟ لكن في النهايه ده تعبير عن الحب. مريم فتحي بتقول: صباح الخير عليكم، طبعا التعبير عن الحب بيكون بالافعال، بالمعامله الكويسه، بالاحترام المتبادل بين الطرفين، واكيد لا غنى عن كلمه بحبك لازم طبعا تتقال ليها، لان ليها وجود وبتتقال من القلب من وقت للتاني. مجدي غنيم: الواحد بيحس انه لما بيقولها كتير بتفقد معناها الحقيقي. دي حقيقه،
ده انا قلت كده في البدايه، يعني هي في البدايه بيكون ليها رونق وليها طبعاً تاثير في البدايه، لكن لو اتعودنا عليها بقى اللي هو صبح وليل وظهر وعصر مش فكره، لا هي صباح الخير بحبك، تدخل من الشغل بحبك، وانت نازل بحبك، يعني مش اسلوب. لا انا بعترض يعني على يعني لا مش شرط، حسب برضو حسب كل حد بيحب يتعامل ازاي. والمواقف يا جماعه برضو، يعني هي المواقف لازم يكون في موقف على اساس ان انا اقول الكلمه، لكن كده ما يصحش يعني. طيب دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا، بكل تاكيد بنبقى في انتظار تعليقات حضراتكم باستمرار عشان نستعرضها خلال الحلقه، لكن دلوقتي خلصت حلقتنا من صباح الخير يا مصر النهارده. بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.